يا مساء الفل والجمال على حضراتكم، حلقة جديدة من اون افريكا. وخلاص النهاردة افتتاح دور ال16 بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 23، بطولة سميها زي ما انت عايز تسميها بقى، لأن هي الموضوع بقى ليه أشكال كتيرة جدا بعد كل اللي بيحصل في البطولة من بدايتها، من بداية أول مباراة افتتاحية لكوت ديفوار، وهي بطولة مفاجآت في كل اللقاءات. النهاردة لقاءين مهمين جدا جدا جدا، هنتكلم أكيد عليهم بالتفاصيل، وبكرة إن شاء الله بإذن الله ساعات بتفصلنا عن اللقاء الأهم لينا كلنا كمصريين، منتخب مصر في مواجهة الكونغو، وبإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. هنتكلم النهاردة مؤتمر صحفي كمان لمنتخبنا الوطني، مؤتمر صحفي للكونغو، هنكون مع حضراتكم في تغطية للمؤتمرات الصحفية. مشرفني ومنورني النهاردة واحد من نجوم تحليل أون تايم سبورتس، أحمد اليماني. يماني مساء الفل عليك. مساء الفل يا يحيى، أخبارك إيه؟ أخبارك أنت إيه؟ كله كويس؟ كله جميل زي الفل. مستعد لدور ال 16 وافتتاحية دور ال 16؟ مستعدين، إحنا مستعدين، إحنا معاك مع بعضينا أهو من أول البطولة، فالدنيا ماشية، فخلينا كده. إن شاء الله بإذن الله النهارده افتتاح دور ال 16 زي ما قلت لحضراتكم، بكرة إن شاء الله مباراة منتخبنا الوطني. كلام كتير عن منتخب مصر أكيد، وتفاصيل كتير، ويمكن الإصابات كانت ضربت معسكر منتخب مصر في أكتر من لاعب، وأكتر من لاعب مهم جدا جدا جدا، بداية من صلاح، بعد كده الشناوي، وآخرهم كان إمام عاشور. ولكن إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، باذن الله بكره نكون بنتخطى عقبه الكونغو، بعد كده ندخل دور الثمانيه، وكل مباراه كده يبقى ليها حساباتها الخاصه. ولكن اولا واخيرا كل الدعم باذن الله لمنتخب مصر، وان شاء الله منتخب مصر يكون بيتوج ببطوله كاس الامم الافريقيه كوت ديفوار 23. دايما روح 2006 2008 2010 وايام الجيل الذهبي زي ما حضراتكم شفتوا في الفيلر اللي فات، كابتن حسن شحاته بقى وكل اللعيبه اللي كانت موجوده، هي دي الروح دايما اللي بيبقى مستنيها كل الجمهور المصري في كل الماتشات. النهارده افتتاح ان شاء الله دور ال 16 بلقاءين مهمين جدا جدا. النهارده انجولا في مواجهه ناميبيا في 7 مساء، وده اول لقاء هيكون في دور ال 16، والمباراه الثانيه الساعه 10 مساء كاميرون ونيجيريا، مباراة برضو أكيد هتكون مهمة جدا. فخلاص مبقاش فيه مباراة مهمة ومش مهمة، أنت دور 16، فهو ده دور الجد بقى، اللي هو خلاص بقى الخسران بيروح على طول. هنتكلم بالتفاصيل عن اللقاءين اليوم النهاردة مع أحمد اليماني. يماني هجيلك وابتدي بأنجولا وناميبيا، ويعني واكيد انجولا وناميبيا ليها تفاصيل كتيره جدا بعد الظهور اللي ظهر بيه انجولا، والشكل اللي ظهرت بيه انجولا الحقيقه واحده من المنتخبات اللي برضو قويه لا يستهان بيها. بص، يمكن البطوله انت بدات مقدمه كويسه جدا، البطوله يمكن ما بقاش فيها صغير وكبير، فبقاش يعني انجولا على سبيل المثال تصنيف رابع، يعني انجولا كانت في مجموعتها رابع تصنيف في القرعه، صعدت اول. ناميبيا تصنيف رابع، صعدت ثالث وكسبت تونس، وبالتالي على الورق انجولا هي الاقرب، على الرغم ان الفرقتين اصلا ما كانش متوقعوا يصعدوا، يعني الفرقتين اصلا ما كانش متوقعوا يبقوا من 16، ففجاه لقيناهم. يمكن من نص 16 فريق لو جينا بصينا عليهم ممكن تلاقيهم هم من اضعف فرقتين او من اضعف 3 فرق، انجولا وممكن تلاقي كاسماء يعني انجولا وناميبيا وممكن شويه موريتانيا من ضمن 16 فريق هم الثلاثه. ولكن انجولا بدات بطوله كويسه جدا امام الجزائر، صح، كان شوط سيء جدا اول امام الجزائر، رجعت تاني وتعادلت وكان ممكن تكسب، وقدمت شوط يعني مباراه كويسه جدا، لعبت على موريتانيا جيم ممتاز جدا، وكانت مباراه ملحميه، خلصت 3-2. قلنا هتتغلب قدام بوركينا، بوركينا كانت كسبانه الجزائر لغايه الدقيقه 89، الجزائر تعادلت بغداد بنجاح في الدقيقه 91 او 92، لقينا انجولا كسبت بوركينا. فوز انجولا على بوركينا هي دي المفاجاه بالنسبه لك، دي بالنسبه لي التحول بالنسبه لانجولا في دور المجموعات، الهايلايت اللي يقول لك انا خد بالك ما تستهونش بيا، صح، ما تستهونش بيا انا فرقه كويسه طبعا، وبالتالي انجولا تخليك عينيك عليها. ناميبيا وجهه نظري العكس شويه، طيب ازاي؟ ناميبيا لعبت تونس، تونس من اول ماتش كنا مستنيين تونس، نشوف تونس عامله ازاي، لقينا تونس اداء متوسط الى ضعيف جدا جدا،
تونس اول الشوط كانت بتلعب كويس وبتوصل وبتروح، بعد كده لقينا ناميبيا سجلت هدف في الدقيقه 88 وكان ممكن تسجل هدف تاني، لكن ناميبيا بقيه الماتشين التانيين ما كانوش بالنسبه لي مقنعين جدا. غلبوا 3 من قدام جنوب افريقيا، تعادلوا بعد كده المباراه الاخيره قدام مالي، ما كانوش بالنسبه لي هم الحد القوي اللي ممكن نقدر نعتمد عليه او نقدر تشوفه انه ممكن يبقى حد قوي، خاصه ان منتخب تونس منتخب هجوميا نقدر نقول مش قوي، لان انت بتقول بص اسماء الهجوم اللي في منتخب تونس اللي كانت موجود، كان بنتكلم في طه ياسين الخنيسي اللي اتصاب، بنتكلم بعد كده في هيثم الجويني اللي كان راح المقاولين وما قدرش انه يلعب ودلوقتي بيلعب في الملعب التونسي، ثم بعد كده نزل سيف الدين الجزيري، فدول كانوا الثلاث مهاجمين الموجودين في منتخب تونس. فمنتخب تونس فوز ناميبيا على تونس ما نقدرش نقول ان هو فوز يثبت ان ناميبيا فريق قوي، لا هو فريق تونس فريق كان متوسط، وبالتالي فوز ناميبيا عليه ممكن يكون فوز وهمي شويه او في مبالغه بقوه ناميبيا انها فازت على تونس. فهرجع تاني لانجولا بقى عشان نحط الحظوظ بشكل على الارض. انجولا عندها لعيبه كويسه جدا، عندها جيلسون دالا الجناح، عندهم مابولولو المهاجم، عندهم اسكوبار المدافع من المدافعين الكويسين جدا في البطوله، فعندهم 3 لعيبه كويسين جدا، عندهم مدير فني ماشي معاهم بالتدريج زي ما ذكرت لك، تعادل صحيح. ثم فوز ثم فوز صح. فاعتقد حظوظ انجولا هتكون اكبر في المباراه دي، لان ناميبيا زي ما قلت لك احنا مبالغين شويه في قوه ناميبيا. انا هسالك حظوظ انجولا اكتر عشان ناميبيا هي الاضعف، ولا عشان ظهور انجولا بالشكل ده في دور المجموعات بالارقام اللي حققتها في دور المجموعات؟ اداء انجولا تصاعدي يعني صحيح. انجولا تعادل فوز صح. واخرهم فوز على بوركينا صح، وبوركينا كانت من اقوى الفرق المرشحه تبقى اول صح. الناحيه الثانيه ناميبيا فوز على تونس ثم هزيمه ثلاثيه ثم بعد كده تعادل، فيوريك ان المنتخب فوزه على تونس مش عايز اقول وليد اللحظه او مش عايز اقول ان هو جه كده، لا هو فوزهم على تونس كان فوز حصل لان تونس كانت قليله وناميبيا لما امنت انها تقدر تكسب كسبت، لكن تونس من اضعف فرق المجموعه يعني تونس في المجموعه دي من اضعف فرق المجموعه طبعا. عشان كده ممكن اشوف ان انجولا الاقوى، انجولا هي الافضل اللي ممكن تحقق الفوز وتتاهل لدور الثمانيه. هل في عناصر بتشوف ان انجولا تمتلك العناصر اللي تميزها تخليها توصل لنقطه بعيده، ولا ده الحد خلاص الاقصى بالنسبه لانجولا هو ممكن دور الثمانيه؟ بص هي هتواجه الكسبان من نيجيريا والكاميرون، فده هيديهم شويه صعوبه طبعا. في الماتش اللي جاي طبعا. فانا اعتقد انا اصلا شايف وصول انجولا لدور الثمانيه، انا اعتقد انجولا اخر مره وصل دور الثمانيه لما كان المجموعات اقل، الفرق اقل، كانوا الفرق كانت 16 فريق، وكانت اعتقد واجهت مصر في 2008 ومصر كسبت، كان وقتها فلافيو بيلعب في انجولا وجلبرتو بيلعب في انجولا، اعتقد ده كان اخر وصول لدور الثمانيه او دور متقدم صحيح. يعني لم تخوني الذاكره لفريق لمنتخب انجولا، فاعتقد وصولهم لدور الثمانيه وصدارتهم المجموعه هيكون مشوار مرضي لانجولا في البطوله اكيد. ناميبيا انت يعني عشان اقفل قصه انجولا ناميبيا، انت شايف ان هو ده خلاص؟ بص ناميبيا حققت فوز واحد بس في تاريخ كاس الامم، هو على تونس بس كده يعني طول مشاركتها حققت اول فوز في تاريخها كان على منتخب تونس. ناميبيا انا ما اعتقدش انها هتحقق مفاجاه، ولو ان يعني هستخدم كلمه بقى استاذ حسن المزكاوي اللي كان بيقولها اول امبارح عجبتني، بيقول لك ان دايما في الكوره كان في سمك قرش وسمك صغير، فسمك القرش ياكل السمك الصغير، بقينا نلاقي ان السمك الصغير سهلة يعني. السمك الصغير بيتجمع وبيواكل سمكه القرش صح، بس ما اعتقدش ان سمكه ناميبيا الصغيره هتاكل سمكه قرش انجولا في ماتش النهارده. طيب يعني انجولا ناميبيا وهي مباراه افتتاحيه لدور ال 16، خلينا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي او نروح لتقرير الاول عن لقاء انجولا وناميبيا ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تنطلق اليوم منافسات دور ال16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية بمباراتين، البداية مع مباراة أنغولا وناميبيا. فالمنتخب الأنغولي فاجأ الجميع وتصدر المجموعة الرابعة بسبع نقاط بالفوز على موريتانيا وبوركينا فاسو والتعادل مع الجزائر، ويتواجد في الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة. في المقابل يأمل منتخب ناميبيا في الاستمرار في مفاجأته بعدما تأهل لدور 16 لأول مرة في تاريخه ضمن أفضل 3 بعدما جاء ثالث المجموعة الخامسة بأربع نقاط من فوز وحيد على منتخب تونس، وهو المنتخب الوحيد الذي تأهل إلى ثمن النهائي ورصيده هدف واحد فقط سجله في شباك نسور قرطاج ودون به فوزه التاريخي الأول في أمم أفريقيا.
وفي المباراة الأخرى يبحث المنتخب النيجيري عن مواصلة عروضه القوية بعدما تأهل وصيفا عن المجموعة الأولى بسبع نقاط من الفوز على كوت ديفوار وغينيا بيساو والتعادل مع غينيا الاستوائية. ويعتمد البرتغالي جوزيبي سيرو المدير الفني لنسور نيجيريا على جهود فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا للفوز باللقاء. في المقابل يسعى المنتخب الكاميروني تحت قيادة ريكوبرت سونغ لتخطي عقبة نيجيريا والذهاب بعيدا في البطولة بعدما تأهل لدور 16 وصيفا من المجموعة الثالثة بأربع نقاط من الفوز على غامبيا والتعادل مع غينيا بينما خسر من السنغال. ويبرز في تاريخ مواجهة الفريقين حسم الكاميرون أول ثلاثة ألقاب لكأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب النيجيري في نسخ 1984 و1988 و2000، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البطولة أن يحقق منتخب لقب على حساب منتخب واحد ثلاث مرات. أنجولا في مواجهة ناميبيا وهي افتتاح لمباريات دور 16. يعني هرجع لك مرة تانية وهتكلم عن أنجولا وعن مابولولو واحد من اللعيبة اللي ظهرت برضو مع منتخب أنجولا. هل كنت تتوقع لمابولولو لاعب الاتحاد السكندري الظهور بالشكل ده في البطولة ولا لا؟ بص، هو يعني انا ما بقوله مستغرب شويه ان مثلا الاهلي والزمالك ازاي ما خدوهوش او ما شدوهوش مثلا بقالهم سنه ونص او سنتين. يعني ما بقوله كان هداف الدوري، خد هداف الدوري صحيح، بيقدم اداء ممتاز جدا طبعا، من اقوى مهاجمين الدوري على مستوى كل المهارات. يعني هو بيلعب من بره المنطقه هيدر كويس جدا، بيستقبل لعب كويس جدا كتارجت مان صح، بيلعب على الجون كويس جدا، سريع. فاعتقد كل المميزات دي تديك ان هو يعني مهاجم قوي جدا 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 طبعا. وكان ويعتبر انا اعتقد من مصادر قوه نادي الاتحاد السكندري وصفقه ممتازه جدا ليه. يعني باشمهندس فرج، يعني باشمهندس مصلح، يعني كان صفقه ممتازه جدا للنادي الاتحاد. نزوله في ماتش في مباراه الجزائر انا شايفه بدا اول ما نزل، هو نزل تقريبا في منتصف الشوط الاول صحيح، بدا يعمل فارق، اتسبب في ضربه الجزاء وسجلها وبعد كده سجل في مرمى بوركينا صح، هدف ممتاز جدا من كره عرضيه توري لك انا قد ايه داخل اجواء البطوله. انا راجل، انا هيدر، انا هيدر ممتاز جدا، انا راجل بلعب على الجون صح، انا راجل مهاجم تقيل صراحه. فانا وجهه نظري ان مابولولو بيعمل فرق كبير جدا لمنتخب انجولا مع جيلسون دالا الجناح، لعيب حريف جدا، لعيب مهاري. وهي انجولا المدرسه البرتغاليه، انها اصلا قبل كده يعني كانت مستعمره برتغاليه وبالتالي دايما اللعيبه الدول اللي في افريقيا بيبقى ليها هيستوري له علاقه بالبرتغال او اسبانيا بيكون مختلف شويه عن له علاقه بانجلترا او فرنسا. عندهم لعيبه ثانيه مميزه بالظبط، يعني زي غينيا عندهم، لا هو مابولولو جيلسون دالا وجاسبار المدافع بيعاني من مشاكل دفاعيه او حاجه في عنده طبعا عنده شويه مشاكل دفاعيه خاصه في ما بين العمقين ما بين جاسبار والسنتر باك اللي جنبه، ابرزهم في مباراه الجزائر اتسجل هدف والتاني واتلغى بداعي الفار. بس هو بيحسن من نفسه، امرار المدير الفني الوطني لانجولا بيحسن من نفسه. انا شايف انجولا فريق ممتع نقدر نتفرج عليه، هنشوف ماتش حلو لانجولا. انجولا كرتها حلوه حتى قدام موريتانيا شفنا كره حلوه، يعني ما تلاقيش الفريق اللي بيقفل اللي بيدافع اللي بيخطف جون صح، لا انا بمسك الكره وبلعب وبسجل وبهاجم. فانا شايف انجولا صراحه من الفرق الكويسه وحظها السيء انها هتبقى في مسار نيجيريا او الكاميرون بيتر تشالولين لاعب سان داونز هو واحد من اهم لاعبي ناميبيا، وبتشوف ان هو قادر يكون بيصنع الفارق النهارده ولا ما عندهمش الجماعيه زي ما بالظبط كده. انت في حتى في السؤال الاجابه في 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 في, في السؤال ان انت هما مش يعني سان داونز فريق جماعي. سان داونز بتلاقي موديبا، بتلاقي كيكانا، بتلاقي شالوليلي، بتلاقي ثيمبا زواني، بتلاقي عناصر كتيره موجوده في سيرينو، عناصر كتيره موجوده مش موجوده في ناميبيا. يعني اغلب اللاعبين في ناميبيين فيهم جزء كمان في الدوري المحلي، فما تقدرش تقول ان هما فيهم جزء برضو محترف على فكره في سان داونز. لعيبه كتيره برضو موجوده في جنوب افريقيا بس بيتر شالوليلي هو ابرزهم، ولكن بيفتقد فريق ناميبيا يفتقد جماعيه. هو فريق دفاعي اعتقد لو هيلعبوا على حاجه هيلعبوا على التامين الدفاعي والزون ديفنس والكومباكت ديفنس في خلال المباراه، يمكن يخطف هدف زي ما خطف قدام تونس او يوصل اكسترا تايم وركلات ترجيح. لكن خلينا نقول لو هنحط نسبه للمباراه 70-30 حتى كمان لمصلحه انجولا يعني. لمصلحه انجولا. طيب يعني خلينا نروح برضو لكوت ديفوار ابيدجان لزميلنا العزيز خالد رزق نتعرف منه على اخبار اليوم النهارده شكله عامل ازاي مع افتتاح دور ال 16. يا خالد مساء الفل عليك، اتفضل.
مساء الفل عليك يا يحيى، ومساء الفل على كل المشاهدين اون تايم سبورتس في كل مكان. طبعا خلاص بدا الجد، بدا العد التنازلي لانتهاء بطوله كاس الامم الافريقيه دور ال 16 اللي خلاص ما فيهوش اي فرص لاي منتخب غير الفوز فقط لا غير، ويمكن ده اللي مخلي فيه يعني اجواء مهمه جدا من الصحفيين ومن الاعلاميين ومن المنتخبات كمان. هم عارفين هيشوفوا مباراه هتكون صعبه، مباراه هتكون قويه، كل منتخب هيلعب باقصى ما لديه، كل منتخب هيكون مركز جدا جوه المباراه، لان طبعا في حاله الخساره ما فيش اي فرصه ثانيه. دور المجموعات خلاص بتعادلاته باخفاقاته، فاكيد ما فيش اي فرص ثانيه لباقي المنتخبات ان هم يكون في اي نوع من النتائج السلبيه. طبعا النهارده هتكون مباراه يمكن الاهم والاكبر، وهي تعتبر مباراه اشبه بالنهائي بين نيجيريا والكاميرون اللي هتتلعب على استاد فيليكس بوانيه، وهو الاستاد اللي خلفي في الصوره اللي كان بيستضيف مباريات منتخبنا الوطني المصري. الاستاد الان في حاله استعداد، هناك تنظيم امني بدا يضعوا الحواجز المروريه لمرور الجمهور، بالتاكيد هيكون موجود. من المتوقع ان يكون في جمهور مكثف في هذه المباراه، ناس كتير بتنتظر مباراه نيجيريا والكاميرون. وخلينا اقول لك ان الاجواء من امبارح من المؤتمرات الصحفيه وبعدها من التدريبات كان في تركيز كبير جدا من كلا المنتخبين، ولكن هتكلم عن منتخب الكاميرون بالتحديد اللي يمكن كان في المؤتمر الصحفي سونج بيتكلم بمنتهى الثقه بشكل كبير جدا ان هو يفوز بمباراه اليوم، مركز جدا في المباراه، اتكلم ان اللاعبين مركزين جدا وحاطين عينيهم على ان هم يرجعوا تاني بشكل الكاميرون الطبيعي المعروف، ان هم يتسيدوا القاره ويفوزوا بهذا اللقب، وعارفين مباراه نيجيريا مباراه صعبه. وايضا يعني كان في المران امبارح للكاميرون كان سامويل إيتو موجود، ووزير الرياضه موجود، السفيره الكاميرونيه بكوتيفوار كانت موجوده. المران كان الساعه 7:30، فضل المران يعني متوقف لمده نص ساعه كامله، كان في اجتماع بين إيتو ورئيس وزير الرياضه والسفيره الكاميرونيه مع اللاعبين لمده نص ساعه كامله، وبعدها كان في تشجيع للاعبين، واللاعبين كلهم سلموا على الحضور اللي كانوا موجودين بالتاكيد، وبعدها انطلقوا للمران. كان المران في جديه وصرامه كبيره جدا من المنتخب الكاميروني، واضح ان المنتخب الكاميروني عايز النهارده يعمل حاجه، او واضح من الكلام ومن التدريب ان في هدف وقوه كبيره جدا، حتى ده ظهر في المران. واللي اختتم المران سونج ببعض التدريبات على ركلات الجزاء والكرات الثابته اللي اكيد بتكون عامل مهم وعنصر مهم فيها هذه الادوار بالتحديد. على الجانب الاخر بيسيرو اللي كان بيتكلم فيه المؤتمر الصحفي على ان هو يكفي احراز هدف واحد في بدايه المباراه ليعني حجب طموحات الكاميرون في مباراه اليوم. عارف ان الكاميرون منتخب قوي، اتكلم ان هو بيعمل فيديوهات كتيره للاعبين عن منتخب الكاميرون وعن بعض اللاعبين في منتخب الكاميرون، مركز جدا في كل التفاصيل الفنيه، عارف النقاط الفنيه لكل منتخب الكاميرون، يمكن ده اللي كان بيشرحه باستمرار للاعبي نيجيريا. وايضا كان هناك محاولات كتيره في معالجة بعض الأخطاء اللي كانت موجودة في نيجيريا في المباراة السابقة من وجهة نصر بيسيرو بالتأكيد. وأكيد هنشوف النهاردة مباراة أيضا كبيرة من المنتخب النيجيري. طبعا أنجولا وناميبيا اللي هتكون مباراتهم على ملعب لابي دو بواكي اللي هتكون في مدينة بواكي، وده ملعب السلام بالتأكيد اللي كان بيكون موجود فيه مجموعة منتخب الجزائر. ملعب مساحته كبيرة، ملعب أيضا جيد، هتكون مباراة صعبة. ناميبيا اللي بتعمل أداء مميز جدا في هذه البطولة، ويعني مش هنستبعد أي مفاجآت في بطولة افريقيا هذه النسخه، هناك مفاجات كتير ممكن نشوفها في البطوله من بعض المنتخبات. منتخب ناميبيا بيسعى ان هو يكمل المسيره بنفس الاداء والتميز اللي قدمه، وانجولا ايضا عندها طموحات كبيره جدا في المواصله والعبور لدور الثمانيه. طبعا الجمهور بيبدا يجي بقى للملاعب او الاستادات قبل المباراه بساعتين تقريبا، فملعب فليكس بونير احنا النهارده هنكون متواجدين فيه، وهنغطي منه مباراه نيجيريا والكاميرون. هنكون متواجدين ايضا امام الاستاد نشوف الجمهور النيجيري والكاميروني اللي دايما بيكون عندهم عادات وتقاليد قبل الدخول للملاعب بالغنى والرقص وبعض الزي التقليدي لبلادهم بالتاكيد. وهنتابع كل اجواء التفاصيل معاك يا يحيى، اكيد يعني مستمرين في تغطيه خاصه لاون تايم سبورتس. يعني يحيى الان نعود لك مرحله الاستاد، اتفضل. بشكرك يا خالد، شكرا جزيلا على المجهود الحقيقي اللي انت عامله انت وايمن مصطفى هناك في كوت ديفوار، بشكرك شكرا جزيلا. واكيد هنرجع لك على مدار اليوم وهنتابع معاك اكيد لحظه بلحظه كل تفاصيل مباريات دور ال 16 من كاس الامم الافريقيه كوت ديفوار 23 النهارده. مباراه الافتتاح لدور ال 16 انجولا ناميبيا، مين هيكون بيقدر يتخطى الثاني ويوصل لدور الثمانيه؟ خلينا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب انجولا ونرجع لحضراتكم ثاني. Buen
إنه لشرف لنا أن نتأهل إلى دور الستة عشر. لقد تمكنا من تحقيق هدفنا ولدينا هدف جديد علينا تحقيقه الآن. هذه المباراة سنخوضها ضد ناميبيا، فريق قوي للغاية بالطبع ونحن نعلم ذلك. لقد تأهلوا أيضا إلى دور الستة عشر. صحيح أنني سعيد بالطريقة التي تمكن بها فريقنا من إظهار مدى توازنه حتى الآن في البطولة، وأنا أتطلع إلى هذه المباراة. يجب أن نظهر الكثير من التركيز. هذه فرصة تاريخية بالنسبة لنا، لذا هذا هو الوقت المناسب لنا لكي نؤمن بأنفسنا ونواصل السير في الاتجاه الصحيح. لذلك سنخوض واحدة من أهم المباريات التي سنلعبها في تاريخنا. أعتقد الآن أن ما يهم حقا بالنسبة لنا هو التركيز. لقد أجرينا الكثير من المناقشات بين اللاعبين، نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به على أرض الملعب، لذا فإن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو الاستعداد لهذه المباراة. أنجولا ناميبيا في 7 مساء، كاميرون نيجيريا في 10 مساء. مكملين لسه مع حضراتكم، ضيف النهاردة أحمد اليماني، ولكن بعد الفاصل نواصل. مشاهدينا بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية. نيجيريا في مواجهة الكاميرون، وهي مباراة كلاسيكية إفريقية متعودين عليها، بنشوفها كتير. يماني لو هجيلك في مباراة نيجيريا والكاميرون، وهي المباراة الأهم النهاردة في يومنا يعني، وهبتدي معاك الكلام عن نيجيريا ورؤيتك الأول لمنتخب نيجيريا وبدايته في دور المجموعات بأرقامه بالنقاط بترتيبه في المجموعة، هل ده بيديله أفضلية النهاردة على الكاميرون ولا لا؟ بص، هو منتخب نيجيريا محير شوية في جزء. صحيح. هو طبعا عشان قبل ما نتكلم، منتخب نيجيريا له حظوظ اكتر من الكاميرون على مستوى الاسماء، على مستوى الترتيب. تمام. على مستوى الثبات النسبي للمستوى. نيجيريا ما خسرتش في دور المجموعات، بس عندها بقى يعني مثلا ما خسرتش بس سجلت 3 جون بس. كل ماتش بتسجل جون. دي جزئيه هنتكلم فيها. كل ماتش بتسجل جون. تمام. استقبلت هدف واحد فدفعهم الى حد ما دفاع كويس، بس فزت 1-0 وصلت 1-0، تعادلت 1-1. الجزء الهايلايتر والمهم بالنسبه لمنتخب نيجيريا هو فوزهم على كوت ديفوار صاحب الارض. دي بالنسبة لي كنت شايفها مفاجأة. أنا كنت شايف تعادل أو فوز كوت ديفوار. منتخب نيجيريا على مستوى الجماعية هو منتخب جماعي، يعني هو مستوى جماعي. هقول لك برضو إثبات للنقطة دي. تشكيل البطولة اللي الاتحاد الأفريقي طلعه في لغاية دلوقتي دور المجموعات ما فيهوش لاعب من نيجيريا. التشكيل الرقمي اللي ممكن أي حد بيشتغل بالتحليل الرقمي هو يطلعه، مش هيطلع حد من نيجيريا. ما فيش لاعب من نيجيريا واخد العين او مؤدي بطوله ممتازه. مع ان سبحان الله يعني عندهم اسامي كبيره جدا. هنيجي للاسامي يعني. بس اقصد اقوله لك ان هم فريق جماعي اكتر منه شويه، اكتر ما هو فريق معتمد على لاعب بالظبط. مع بدايه البطوله هم مشوار التصفيات ما كانوش احسن حاجه، مشوار تصفيات كاس عالم ما كانوش احسن حاجه. بيسيرو كان في كلام ان هو ممكن يمشوا بيسيرو من التدريب المنتخب، ولكن بداوا بدايه كويسه وفوزوا مع الكوت ديفوار اديهم الدافع. طبعا على مستوى العناصر هم عندهم عناصر كويسه جدا ومتميزه جدا، اكتر من 4 أو 5 عناصر. حلو. يعني لو جينا بدانا بالهجوم مثلا، عندهم فيكتور اوسيمين. فيكتور اوسيمين افضل مهاجم في افريقيا. صحيح. مكسب نابولي واحسن لاعب في افريقيا. يعني ومكسب نابولي دوري. صح. مسجل هدف واحد في البطوله، السبب في ضربه جزاء، ولكن ستيل مش اكتر لاعب واقع في الاوفسايد فبيتحرك، ولكن ستيل هو مش بيأدي الاداء اللي كان منتظر. لان هم هجوميا بيوصلوا، بس هم مش من اقوى مثلا 5 فرق. طبعا معدل التهديف هو اللي بيقول جول في كل ماتش. طيب عندهم نفس الكلام الجناح صامويل شيكيزوي. صامويل شيكيزوي لعيب مهاري جدا، لعيب حريف جدا، بس ما تقدرش تقول ان هو قدم بطوله قويه. وفي نفس الناحيه الثانيه بيلعب الجناح الثاني لوكمان، هو اللي بيلعب اغلب الاوقات يعني. دوري انجليزي لوكمان من اللعيبه الكويسه جدا، من اللعيبه اللي برضه مهاريه وبتوصل. صحيح. بتوصل للجون. فعندهم خط هجوم قوي بس مش منتج حتى هذه اللحظه. خط وسطهم عندهم اليكس اووبي طبعا لاعب الارسنال السابق، من اللعيبه الكويسه جدا. عندهم زانوسي الباك ليفت لاعب ممتاز جدا. عندهم اولي اينا الباك رايت اللي كان بيلعب في وسط برومتش قبل كده والبريمير ليج والكلام ده كله. هم عندهم في وسط ملعب عناصر. بص الاسامي كلها بنتكلم بريمير ليج، بنتكلم في دوري فرنسي. بس هو ما تيلة. يميزهم الثلث الهجومي اعتقد يعني حتى الهجومي. في الاسامي، ولكن المعدل التهديفي ما بيقولش ان هم بيتميزوا بال وعلى فكره حتى كمان
كمان التلت الدفاع برضو عندهم ايكونج هو الكابتن الفريق ويليام تراست ايكونج اللي هيبقى عندهم سيم اجاي كان برضو بيلعب دوري انجليزي عندهم كافن بالسي كان بيلعب برضو في الدوري الفرنسي فعندهم لعيبه كتير في كل المراكز متميزه اقوى بكتير جدا لما نيجي يعني الكاميرون ونقول القاره اقوى بكتير جدا من المنتخب الكاميروني بس ستيل انا شايف ان هم لسه يعني ايه عارف انت يعني ما جابوش الرابع زي ما كان كلام تيجي العربيه بالمانيا ولا تبدا تيجي هم لسه ما جابوش الرابع هل هم ده اخرهم ولا هم بيلعبوا على القد وجهه نظر الشخصيه هم بيلعبوا على القد حتى هذه اللحظه لحد ما يوصل يعني الادوار اللي هيبان النهارده هيبان النهارده القوه الخاصه بمنتخب نيجيريا ولكن جزء حذر جدا لمنتخب النيجيري منتخب النيجيري السنه اللي فاتت او البطوله اللي فاتت قدم مجموعات قويه لعب تونس عامل ماتش مع تونس لغايه الدقيقه حاجه و80 ركب الماتش كله منتخب تونس يوسف المساكني سجل في الدقيقه حاجه و80 خرج المنتخب النيجيري من البطوله فهي ممكن منتخب نيجيريا يحصل له فصل بايخ في وقت من الاوقات خلال المباراه يخرجه ولكن على الورق لا منتخب نيجيريا هو الافضل منتخب نيجيريا هو الاجهز منتخب نيجيريا عنده مستوى العناصر عنده اختيارات كتيره موجوده لبيسيرو يقدر يلعب بيها اقوى بكتير عنده لعيبه على دكه البدلاء بتشوف ان هي ممكن تكون بتدي له افضليه شويه في تغييراته ولا لا ابرزهم موسى سايمون كان بيلعب في نانت مع مصطفى محمد ده لعيب لعيب حريف ولعيب قصير كده حريف هو حتى اللي سجل اللي صنع هدف في مباراتنا معاهم في البطوله اللي فاتت من اللعيبه المميزه جدا عندهم جو اريبو في وسط الملعب لاعب بمركز ستة ملعب لعب في وسط ملعب قوي جدا عندهم فرانك اونيكا برضو في وسط الملعب لعب كويس جدا عندهم اوميرو في الدفاع برضو لعب كويس الاسامي دي على فكره لعبت قدامنا كلها يعني الاسامي دي كلها لعبت قدامنا في البطوله اللي فاتت لما لعبوا قدامنا فهو حتى على ماتش غينيا بيساو في مباراتهم امام غينيا بيساو كان مريح عديد من اللعيبه عشان يجرب ويشوف فانا زي ما قلت لك هو منتخب نيجيريا منتخب جماعي كويس منتخب على مستوى بس خليني اسالك سؤال مهم جدا اسباب عدم ظهور اللعيبه دي بالشكل اللي المفروض الناس مستنيه منهم يعني وعلى راسهم اسامين واحد من اللعيبه الافضل لاعب في افريقيا ولاعب يعني كان الناس حط عليه امل كبيره جدا في البطوله بتشوف ان هو اعطى لحد دلوقتي بنسبه قد ايه في البطوله بص هو زي ما قلت لك هو اكتر لاعب وقع في الاوفسايد انا دايما الناس تيجي تقول لك هو اللاعب اللي وقع في التسلل ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه طيب خلينا هو المهاجم هدفه انه يتحرك واوصل طبعا طيب طالما انا بتحرك وبحاول اوصل دي حاجه ايجابيه تتحسب فهو انا شفته في ماتش كوت ديفوار كامل من 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 اللعيبة الكويسه جدا هو غير موفق في اكتر من كوره ولكنه بيتحرك وبيروح و يعني اقول انه ممكن يكون قد 50% مثلا بس من المستوى عنده طبعا اكتر من كده بكتير وهو من ابرز العناصر الموجوده عندهم يعني هو ابرز عنصر تقدر نيجيريا تعتمد عليه هو فيكتور اوسيم صح. نيجيريا عندها ميزه كويسه انها عندها ماتش اللي بعد كده لو كسبت هيبقى فرصتها اسهل شويه يعني انت بتلعب الكاميرون من انجولا ونامبيا هتلعب انجولا وناميبيا فغالبا انجولا تطلع فساعتها انت طريقك للسيمي فاينل اسهل شويه فانت ودي ممكن على فكره تبقى نقطه سلبيه برضو ان انت دايما الفريق كل واحد ليه ميزه وعيب لما تطلع دور 16 العب فريق متوسط اسخن واخش لل ولا العب فريق جامد واحتك واخش ولا العب الفريق جامد وامشي على ان انا ستاندرد عالي وبعد كده افضل اكمل لان هو بدا ستاندرد عالي قدام الكاميرون وكسب صح. تلعب قدام انجولا ممكن تكسب باداء متوسط ممكن تروح سيمي فاينل ما تعرفش تطلع تاني صح وده اللي خلانا البطوله اللي فاتت احنا كمنتخب مصر نوصل فاينل انت بتلعب قدام النيجيريا اتغلبت واحد اداء وحش جدا صح. بعد كده كسبت غينيا بيساو 1-0 بجون لصلاح قلنا ايه الاداء ده بعد كده لعبنا السودان اعتقد كسبنا 2-0 وقلنا ده السودان فريق متوسط صح. قابلت بقى بعد كده بقى مين دخلت على كوت ديفوار اكسترا تايم ضربات جزاء دخلت على المغرب اكسترا تايم كسبتهم صح. دخلت على الكاميرون اكسترا تايم ضربات جزاء دخلت على السنغال فانت كمنتخب مصر خلاص انت بشكل تصاعدي زي ما قال الكتاب خلاص انت دخلت بعد كده على التقيل فمكمل تقيل صح فمكمل تقيل يقدر يخليك على طول ريتمك عالي صح. غير لما تلعب قدام فريق كبير بعد كده تبدا تنزل لفريق اصغر تطلع تاني تبتدي الاداء بالريتم بالظبط مش سهل شوية. عشان كده نيجيريا عندها اختبار قوي النهارده قدام الكاميرون زي ما انت قلت مسمى قلت هي مباراه كلاسيكيه صح. من زمان نيجي نقول اقوى فرقتين في القاره زمان مثلا لو رجعنا الالفينات كانت نيجيريا والكاميرون كاميرون طبعا نيجيريا والكاميرون ده كان بقى الجيل بقى بتاع الكاميرون باتريك مبوما وصامويل ايتو وجيرمين جيتامب وريج بورسونج قدام بقى كان بتلاقي بقى الجيل بقى من اول بقى 96 بتتكلم بقى في كانو بتتكلم طبعًا. بابا نجيدا بتتكلم بابا يارو بتتكلم داريفو ويست بتتكلم كل اللعيبه اللي موجوده كتير قوي. كل اسامي كتيره فانت طبعًا. كان الماتش ده كان ماتش فاينل طبعا انت ما تشوف دور 16 دلوقتي ممكن يكون على فكره بالمناسبه هو الماتش ده اقوى ماتش على الورق طبعا اقوى ماتش يعني كوت ديفوار والسنغال لا السنغال فرقه
فرق شويه، فرق كتير ما بين السنغال وكوت ديفوار. حتى لو ممكن على مستوى الشخصي اتوقع ان ممكن كوت ديفوار تعمل مفاجاه وتخرجهم، بس انا لسه بتكلم في الجزئيه دي ان ممكن كوت ديفوار تعمل مفاجاه امام السنغال عادي. اه عادي، ان انت فريق ورده من رحم المعاناه فجاه فلا نفسه كسب. لكن ماتش نيجيريا والكاميرون هو على الورق اقوى ماتش، لان تاريخ انت بتلعب قدام فرقتين تاريخ، وبعدين ان نيجيريا تكسب الكاميرون او الكاميرون تكسب نيجيريا مش حاجه سهله طبعا. يعني هم دايما بيبقوا فيهم ما بينهم ومن بعض غل كوره وكده، غل، وتلاقي الماتش ده هتلاقي بقى انذارات وهتلاقي ضرب وهتلاقي عنف وهتلاقي ماتش حلو. يعني النهارده الساعه 10 دي عندنا هيبقى هنتفرج على ماتش حلو، ملحمه كرويه ما بين نيجيريا والكاميرون الحقيقه. والمنتخبين بيمتلكوا عناصر مميزه جدا سواء نيجيريا او الكاميرون. هنتابع اكيد مباراه قويه. خلينا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي للمنتخب النيجيري ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. أوناتشو لم يأتي، بقي في المنزل وبقي في ليستر. هل تعلم ما إذا كان تعافى خلال معسكرنا الإعدادي؟ هل تعلم ذلك؟ هل تعلم أنه وصل ليلا في الساعة 4:30؟ هل تعلم ذلك؟ هل تعلم أنه بدأ العمل معنا، العمل الجماعي في اليوم التالي؟ هذا هو السبب الذي يجعله لا يلعب حتى الآن. أفهم أن يأتي لاعب واحد ويتعافى ويحتاج المدرب والفريق والطاقم الطبي إلى الإدارة لمعرفة ما إذا كان لائقا أم لا، هل هو جاهز أم لا. الأمر واضح وسهل، الإجابة سهلة، خروج المنتخبات الكبيرة. إذا كان كل شيء كما تتوقعه فهذا ليس جيدا لحياتنا. في الحياة قد تتوقع شيئا ما، ولكن في بعض الأحيان يذهب يمينا أو يسارا، أو يفاجأ أو لا يفاجأ. إذا كانت الحياة هي نفسها مستقيمة، إنه أمر محبط للجميع. تحتاج إلى تجاوز الأشياء الجيدة والأشياء السيئة، الفوز أو الخسارة. الفرق القوية تفوز أو تتعادل، الفرق الغير قوية تفوز. هذا جيد لكرة القدم، إنه جيد للمنافسة الأفريقية. نعتقد أننا نمتلك القوة البدنية أيضا، ولا تنسوا كوت ديفوار قوية بدنيا أيضا، لكننا فزنا بنتيجة 1-0. لذا بالنسبة لي القوة البدنية لا تعني أنك ستفوز، فقط العب وسجل، هذا هو الشيء الأكثر أهمية. مباراة أكيد مش هتكون سهلة على المنتخب النيجيري أمام منتخب الكاميرون اللي هنتكلم عليه أكيد بالتفاصيل. يماني منتخب الكاميرون صاحب الأربع نقاط والمتأهل كتاني مجموعة مع منتخب السنغال صاحب العلامة الكاملة اللي لسه أكيد هنتكلم عليه. الكاميرون وظهورها في دور المجموعات ما كانش الظهور برضو اللي الناس مستنية، هو ده منتخب الكاميرون اللي دايما متعودين عليه. أسباب الظهور بالشكل ده، وهل يمتلك العناصر المميزة اللي تؤهله للوصول لنقط بعيدة في البطولة ولا لا؟ بص خلينا ناخد بالسؤال الثاني، هل يمتلك العناصر اللي توصله بعيد؟ الاجابه لا قطعا، مفيش اي عناصر قويه لمنتخب الكاميرون. خليني اقول لك انا الماتش اللي اتفرجت عليه تكتيكالي بشكل قوي لمنتخب الكاميرون كان مواجهته مع منتخب السنغالي. حلو. قلت اتفرج على الكاميرون عامله ازاي. ما تيجي تبص على قائمه المنتخب وتشوف اللعيبه اللي بتلعب في الملعب وتقارنها باللعيبه الناحيه الثانيه، يعني بتلاقي خليدي كوليبالي، ادوارد مندي، بتلاقي اسماعيل صار، لامين كامارا، ساديو ماني، بابا جاي، لا دي اسامي اللي موجوده في منتخب السنغال، اسامي كبيره كلها معروفه لينا وكلها واجهتنا اكتر من مره. تيجي تبص بقى منتخب الكاميرون اللي كان موجود، انجويسا خط وسط نابولي، ايكامبي الجناح، هما دول العناصر اللي عينيك تقدر تروح عليهم، تقدر تقول ان هما ممكن يعملوا حاجه. ايكامبي كمان بعنصر الدفع من البطوله اللي فاتت اللي كان من هدافين البطوله اللي فاتت. طيب لما تيجي تتفرج بقى على ماتشهم قدام السنغال، السنغال سجلت هدف وسجلت الثاني، بعد كده الكاميرون بدات تحاول، السنغال اترخت شويه، الكاميرون قدرت تسجل من كره عرضيه، ودي ابرز نقطه مهمه جدا عند المنتخب الكاميروني الكرات العرضيه. قدروا يسجلوا عن طريق كاستيلو المدافع، قدر يسجل من كره عرضيه. بعد كده لقينا منتخب السنغال قال لا يا عم 2-1 انا هلعب، لعب ساديو ماني كوره واحده ركنها من حدود المنطقه في اونانا، اونانا اصلا ما لعبش الماتش، تحسه ما جاش اساسا. انا برضه غريب جدا على فكره، يعني تحسه اونانا علامات قال لك انا مش هلعب ماتش اولاني، معلش يا جماعه عندي بس شويه، كان عندي ماتش مع مع توتنهام هناك وتعادله مع توتنهام وجه على الماتش، معلش يا جماعه عندي بس مصلحه وجاي لكم بعد كده. وبعد كده فطبعا هو قعدوا الماتش الثالث وممكن ما يلعبش. عليه علامات استفهام حتى مع مانشستر يونايتد مش مع منتخب الكاميرون. هو بص اللعيبه شويه الافارقه تحس ان اوقات دماغهم غريبه والله، يعني تحس انت يعني انت اصلا مش بتادي كويس، يعني انت خايف مكانك يتاخد، يعني ما انت يعني
مش فاهم هو برضو ما قال لك هقعد ماشي. لعبت ماتش وجيت لعب ماتش وحش جدا قدام صح. دخل فيه 3 اجوان من الراجل ريجو بورسونج منزل الحارس الثاني لعب بيه في ماتش الثالث وغالبا ممكن يكمل بيه برضو عادي جدا في الاخر انت ما عملتش حاجه فهم ويمشي وانا على فكره اما هو يعني هو على فكره انت لما قلت اما قلت لك الاسامي اما قلت لكش وانا ليه في الاول ايوه هو وانا اسم مش عايز اقول في لعبه الكره لما بتاخد اكبر من حد بيقول بالونه بس انا مش عايز اقول كده قوي بس هو واخد اكبر من مشكله في عقليته مختلفه عنده مشكله في حاجه حتى تصرفاته في الملعب يعني بحس انها بتروح كده منه شويه هو 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 حارس غريب صراحه انا بشوفه على المستوى الفني من الحراسه المتوسطه ما اعرفش اصلا يعني اليونايتد انت عندك هو ستيل كان دخيه طبعا اداؤه قليل جدا بس ستيل كان ممكن عندك حراس ثانيين موجودين غير انا اعتقد ما حتى بيفكروا في انتداب يعني حارس على مستوى بقى الفريق نفسه لما نيجي نبص يعني هو زي ما قلت لك اندريه جيسا هو اندريه جويسا اللي هو بيلعب وسط ملعب نابولي هو من العناصر الكويسه جدا عندهم فرانك ماجري والمهاجم سجل معاهم هدف في المباراه الاولى عندهم كريستوفر وو المدافع سنتر باك سجل الهدف قدام جامبيا ومباراه جامبيا دي كانت جميله جدا صراحه تلاقي منتخب جامبيا بيتقدم منتخب الكاميرون بيرجع ولو ان برضه تبقى ناقوس خطر ان منتخب جامبيا بيتقدم على الكاميرون وسجلوا هدف بايديهم في الاخر بس يعني عديها مفيش مشكله يعني بيوصلوا وبيلعبوا كريستوفر وو سجل في بعد في الدقيقه 90 او الدقيقه 91 فعناصر ريجبورت سونج زي ما اتكلمنا زي ما زميلنا خالد رزق كان بيتكلم هم بيحاولوا بالشحن المعنوي زي ما احنا شايفين اللقطات اللي قدامنا دي انه يلعبوا على الشحن المعنوي اكتر منه فنيا سامويل ايتو ووزيره الكاميرون وسونج شويه هي وعلى فكره بيجيب عشان برضه نبقى منصفين على فكره ده عامل نفسي مهم جدا اللي هو يا جماعه يلا نلعب رجاله بالبلدي كده لما نيجي نلعب كره يلا نجز كده في الملعب صح. بيجيب فعشان كده هتلاقي اغلب اللقطات اللي موجوده لمنتخب الكاميرون كلها لقطات للشحن النفسي اللعيبه التشجيعيه ان هم على مستوى العناصر لا من يعني لو انت بصيت رتبت العناصر الموجوده هم مثلا ممكن يكونوا المنتخب الثامن او السابع على مستوى العناصر في منتخبات عناصرها اقوى صح. عناصرها كمان بتلعب في انديه اقوى يعني انا اقول لك حاجه الكونغو هنتكلم عليها في الجزء اللي جاي صحيح. عناصر بتلعب في عناصر موجوده في الكونغو بتلعب في فرق اقوى بكتير شويه من اللي بيلعب فيها منتخب الكاميرون بس هو زي ما قلت لك بيلعب بالروح اللي موجوده هم وصلوا 2017 خدوا البطوله السنه اللي فاتت خرجوا من قبل النهائي قدام منتخب مصر عرضهم في مباراه المفروض كان هم اللي يكونوا اقرب يعني للفوز بس يعني منتخب مصر قدم مباراه ممتازه جدا البطوله دي بيحاولوا ان هم يرجعوا تاني ما عندهمش يقدرش اقول لك ان هم عندهم حتى الغيابات الكتيره فاعتقد يعني اجمالا لو جينا قارنا منتخب نيجيريا بالاسماء اللي اتكلمنا فيها بمنتخب الكاميرون حتى على مستوى التكتيك الكاميرون بتلعب 4 3 3 النيجيريا بتلعب 3 4 3 بيعتمد اكتر على الجناحين اللي بيزيروا سواء كان زانوسي او اينا من ناحيه اليمين اللي هو منتخب نيجيريا قصادهم الناحيه الثانيه منتخب الكاميرون بيلعب ب 4 فهتلاقي الاغلبيه او الافضليه ناحيه منتخب نيجيريا مش بنسبه كبيره ولكن خلينا نقول 60 70 60 40 70 30 لمنتخب نيجيريا 70 30 دي كتيره لنيجيريا 60 40 منطقيه شويه بص انا شايفها ليه هقول لك ليه شايفها ان زي ما قلت لك منتخب نيجيريا في حاجات في الكوره بتتحسك انت تحس هو انا بلعب على قد المنافس وكسبت كوت ديفوار صاحب الارض صح بلعب على قد المنافس مش بحرق قوي بس هل بقى زي ما قلت لك السؤال هل انا هقدر وقت ما احتاج الباقي هقدر اجيبه انت كانك عارف بتعمل ايه بتجري انا بجري انا بلعب قدام ناس سباق 100 متر بلعب 100 متر وانا اعلى منهم فانا بجري بنص قوتي وبكسب السباق هتلعب 100 متر تاني وراه بكسب السباق هتلعب 1000 متر فانت ال 1000 متر بتجري على خفيف بتكسب برضو السباق لما تيجي تلعب بقى 5000 وانت متعود بقالك 3 سباقات بتلعب على المجهود هل هتقدر تجيب لا مجهودك البدني اكيد وكل حاجه مجهودك الذهني كل حاجه مش تبقى هي دي ده النقطه بقى هل هتقدر تجيب ان انت ترفع ده هل منتخب الكاميرون اصلا هيلعب بشكل قوي يخليه ينطبق على اللي احنا بنقوله ده ولا هيبقى بيقدم اداء زيه زي غينيا الاستوائيه زيه زي كوت ديفوار زيه زي غينيا بيساو وبالتالي برضه هم باقل مجهود يطلعوا صح. وبالتالي من انجولا اقل مجهود برضه يكسبوا تلاقيهم فجاه وصلوا سيمي فاينل وهم بيمشوا كوره بس هل بتشوف حد من المديرين الفنيين النهارده ممكن يكون بيلحق بقى بجمال بالماضي ويعني خمس مدربين بيرحلوا عن منتخباتهم بسبب دور المجموعات هل بتشوف النهارده ممكن حد من المديرين الفنيين يكون بيرحل في حاله الخساره او الخروج اللي هيخسر فيهم هيرحل يعني هما الاثنين على المحك هما الاثنين على هيخرج المحك. فالنهارده في واحد ماشي. ماشي يعني النهارده في واحد ماشي يا اما الكاميرون هيخرج هيمشي سونج يا اما بيسيرو يعني زي ما قلت لك كل بيسيرو بالذات
على انتقادات كبيره جدا، لان هو كده بيسيرو هيرحل بعد كاس الامم الافريقيه، هو الراجل اعلم من نفسه والله ده هيبقى هيرحل، لان هو جاب هالوما اللي هو لو خرجت انا كده كده كنت اعلنت الرحيل، هو عارف اللي فيها، عارف اللي هو انا كده كده لو خرجت في دور ال 16 هيتم اقالتي، فانا لا انا كده كده انا طبعا والله. بس هو وارد برضو يكون انا ببني للسي في بتاعي فانا اخد بطوله افريقيا. وعلى فكره وانا معاك ان فكره سونج ان هو ممكن يكون بيرحل لو كامل خرج النهارده. هو انا زي ما قلت لك، هم بيسيرو من ساعه لما كان في الاهلي بالنسبه لي مش مدير فني مقنع قوي، حتى كان بيدرب بورتو انا كل ده، بس هو مش مدير فني مقنع قوي. لكن على مستوى البطوله، منتخب نيجيريا الشحن الجماهيري في نيجيريا كبير جدا، لان منتخب حلو يعني، هم اول مره يمتلكوا عناصر بالشكل ده بالشكل القوي ده بقالهم فتره كبيره يعني، عندهم عناصر على مستوى الدفاع وعلى مستوى وسط الملعب وعلى مستوى الهجوم. فاللي هو احنا مستنيين ايه عشان ناخد البطوله الغايبه عندنا بقالها فتره كبيره طبعا. فاعتقد نيجيريا هي اللي هتكون الاقرب في المباراه دي، وهنشوف ماتش حلو ممتع النهارده يعني. ان شاء الله اكيد مباراه مهمه، اكيد مباراه هتكون صعبه على المنتخبين سواء نيجيريا او الكاميرون. خلينا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لمنتخب الكاميرون ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. هذا حقيقي، إنه جيل مختلف. تحدثتم على كأس أمم أفريقيا التي فزنا بها عام 2000، اليوم نحن أمام جيل جديد آخر، أعتقد أنها مختلفة اليوم. لدينا جيل جديد، هذا ما قلته، لكن الكاميرونيين لا يريدون فهم هذا. نحن في مرحلة البناء والتطور، سيواصلون كتابة التاريخ الذي صنعه الكاميرون ويواصلون النهج نفسه. لذلك قلت اليوم وأكرر، إنه جيل جديد يريد تكرار تاريخ، وأعتقد اليوم أن هذا سيتكرر، وستلاحظون أننا نسير على نفس الطريق. ستكون مباراة قوية وسنتعامل معها بكل جدية. الآن يتعلق الأمر بالعمل كفريق واحد تماما. اللاعبون الأجانب الذين يلعبون في أوروبا والذين لم يولدوا في الكاميرون وأولئك الذين ولدوا ونشأوا في الكاميرون، إنه نفس الدم ووحدة واحدة، ولا تسيء فهم ما قاله. نحن لا نأخذ الأمر بنفس الطريقة. لذا نعم، الأمر يتعلق فقط بالمنتخب الكاميروني، ونحن جميعا ندافع عنه كفريق واحد. مباراة أكيد مش هتكون سهلة على المنتخبين النهاردة، نيجيريا والكاميرون. خلينا نروح لتقرير عن آراء الصحفيين لأفارقة في دور ال 16 والمنتخبات اللي وصلت لدور ال 16 ونرجع لحضراتكم مرة تانية. نعم، مباراة نيجيريا والكاميرون ستكون مباراة صعبة جدا، مباراة من طراز خاص، لأن خروج الكاميرون وتأهلها بهذا الشكل مطمئن نوعا ما. في مباراة جامبيا خرجوا وعادوا وعادوا وخرجوا إلى البطولة مرة أخرى، وفي المؤتمر الصحفي ريجوبرت سونغ كان واثقا جدا من أنه سيفوز على نيجيريا، ونيجيريا لديها لاعب حاصل على الكرة الذهبية الأفريقية وفيكتور أوسيمين ومهاجم قوي جدا. أرى أن الكاميرون أكثر عزما على تخطي هذه العقبة والتأهل للدور التالي، وفي كل الأحوال يجب أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات. مباراة السنغال والكوتيفار أيضا ستكون مباراة كبيرة جدا، لأن الكوتيفار لديه دفعة معنوية كبيرة بعد أن تم إنقاذها من قبل المغرب. رحل عنهم المدرب، ولكن هناك مدرب آخر من نفس الجهاز تولى المسؤولية. إذن كل شيء يبدأ الآن، تبدأ الآن بداية جديدة على مستوى دور الستة عشر، وكأنها مسابقة جديدة. كل ما حدث في دوري المجموعات كان بمثابة الاختبارات والإعداد للفرق، والآن كل الفرق أصبحت في الفورمة الكاملة. الكوت ديفوار والسنغال ستكون مباراة كبيرة جدا، ديربي كبير، وأعتقد أن المباراة ستكون عالية المستوى من الفرقين. مباراة مصر أمام الكونغو أيضا ستكون مباراة كبيرة. مصر عانت من بعض الصعوبات في دور المجموعات ولا سيما مع رحيل محمد صلاح، ولكن أعتقد أن رغم رحيل صلاح هناك لاعبون يتميزون بفرديات كبيرة وعالية يستطيعون أن يصنعوا الفرق. مصر لديها أيضا الخبرة في مباريات كأس أمم أفريقيا، ستكون مباراة كبيرة رغم كل ما مر به الفريق المصري في المرحلة الأولى. أيضا الفريق الكونغولي يبدو به بعض الصعوبات الفنية، ولكنه تأهل تأهلا منطقيا ومستحقا إلى الدورة التالي. مصر والكونغو ستكون مباراة كبيرة، ودائما أقول أن المستويات الحقيقية
في كرة القدم وغير كرة القدم تبدأ مع مباريات خروج المغلوب في هذه المرحلة. الكل يظهر بالمستوى الحقيقي وكل مباريات تكون قوية وتكون مباريات شباك وتستحق أن يتابعها الجمهور في جميع أنحاء العالم. التمرين سوف يكون على بعض الأمور الأساسية وسيكون تمرين خفيفا وستحضره الميديا لمدة 15 دقيقة فقط ثم سترحل لكي يتمكن اللاعبون من التركيز. غدا أراها مباراة تقليدية، لا أعتقد أنها ستذهب إلى الوقت الإضافي. أرى أن نيجيريا سوف تفوز على الكاميرون. الكاميرون سجلت 5 أهداف واستقبلت 6، نيجيريا سجلت 3 أهداف واستقبلت هدفا واحدا. على صعيد خلق الفرص أعتقد أن نيجيريا أيضا وفقا للإحصائيات صنعت فرصا أكثر من الكاميرون. وعلى صعيد الانضباط التكتيكي أرى أن نيجيريا أيضا أفضل من الكاميرون داخل الملعب من حيث التكتيك والتنظيم. نيجيريا تمتلك أفضل لاعب أفريقي في العام وهو مهاجم يمكنه تحطيم أي دفاعات. أرى أن نيجيريا ستسجل 3 أهداف والكاميرون ستسجل هدفا واحدا. أرى أن نيجيريا ستقدم أفضل ما لديها في مباراة الغد. أنا أتوقع ذلك بناء على الأداء العام لنيجيريا وما قدمته خلال المباراة السابقة. لا أود أن تفوز نيجيريا بنتيجة واسعة وإن كنت كبيرة. وإن كنت أنا شخصيا أتوقع أن نيجيريا سوف تفوز 3 أهداف لهدف واحد وذلك بناء على أن نيجيريا تستطيع خلق حالة من التوازن ما بين الدفاع والهجوم وهذا الأمر يفتقده الفريق الكاميروني. شاهدت الكاميرون أمام جامبيا، هذه الكاميرون لا يمكن أن تفوز على نيجيريا بالمستوى الذي قدمته أمام جامبيا. في كل الأحوال كرة القدم مثل الباسكت، لا تعلم متى وكيف تسجل النقاط ومتى وكيف تستقبلها. ولكن في 5 مباريات الأخيرة بين الفريقين سجلت 2 فوز لنيجيريا وتعادلين وفوز واحد للكاميرون، لذا أرى أن نيجيريا ستفوز على الكاميرون. لا أريد أن أواجه ساحل العاج، لا أريد أن أواجه الكوتيفر مرة أخرى. تمكننا من الفوز عليهم نعم، ولكن إذا كان بإمكاننا أن نتجنبهم حتى المباراة النهائية فعلينا أن نتجنبهم. كرة القدم الحقيقية ستبدأ غدا، مباراة الغد الكاميرون نيجيريا، مباراة صعبة جدا وينتظرها الجميع، ولكنني أرى نيجيريا صاحبة الحظوظ الأكبر للفوز غدا، لأن لديهم فريق بناءه الفني أفضل من الكاميرون التي تأهلت بشكل صعب عن مجموعتها. بالنسبة للسنغال والكوتيفار هي مباراة صعبة جدا، لأن كوتيفار التي عادت بأعجوبة إلى البطولة لديها الآن دافع أكبر للتأهل إلى الدور التالي. وإن كنت أرى أن السنغال فنيا بالتأكيد هي أعلى بكثير. مصر والكونغو مباراة صعبة، مباراة ينتظرها الجميع أيضا، ولكن أقول أن مصر صاحبة الحظوظ الأعلى لأن مصر لديها الخبرة والباع الطويل لكي تتجاوز مثل هذا النوع من المباريات في بطولة أفريقيا. شكرا. عجبني قوي جملة كرة القدم الحقيقة هتبدأ النهاردة، مباريات دور 16 كأس الأمم الإفريقية 2023 وهي خلاص اللقاءات الأهم. مباراتين النهاردة، أنجولا بتستضيف ناميبيا أو على موعد مع ناميبيا، نيجيريا على موعد مع الكاميرون، مباراتين هامتين جدا لكلا المنتخبات. 4 منتخبات النهاردة بيتنافسوا في افتتاح دور 16. مكملين مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل نواصل.
مصر في مواجهة الكونغو الديمقراطية، وهي الأهم بالنسبة لنا كلنا كمصريين. بكرة مباراتين هامتين أيضا، وهي مصر والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وغينيا العادية، ودي المباراة الثانية. هنتكلم أكيد بالتفصيل عن مباراة منتخبنا الوطني أمام الكونغو الديمقراطية. يمين هجيلك في منتخب مصر، منتخب مصر وثلاث تعادلات بنفس النتيجة وهي بهدفين لكل منتخب، والبداية ما كانتش الأفضل سواء أمام موزمبيق أو أمام غانا لحد ما وصلت الكاب فيردي، وهي برضو لسه عندك شوية مشاكل، لسه عندك شوية تفاصيل حتى الجمهور المصري بيتكلم فيها على السوشيال ميديا دايما بتشوفها وبتقراها وبتسمعها من الناس حتى في الشارع. تقييمك ايه المنتخب مصر في دور المجموعات، وبعد كده نتكلم على تفصيلة. طيب يعني كتقييم عام، منتخب مصر مقدم مجموعات متوسطة او اقل من متوسطة. منتخب مصر كان متوقع ان يكون افضل من كده على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي. يكفي ان انت البطوله اللي فاتت دخل فيك هدفين على مدار البطوله كلها من نيجيريا ومن المغرب. البطوله دي انت مستقبل ستة، مجموع اللي استقبلته في البطوله دي يساوي بطوله 2017 و2019 مع بعض و2021 كمان، يعني الثلاث بطولات دول يساوي اللي انت الستة اللي انت استقبلتهم. حلو. فانت دفاعيا عندك مشاكل قويه جدا، هجوميا انت كويس، بس عشان خلينا نقول برضو في عنوان، هل احنا راضيين او بشكل عام فنيا هل احنا بنقدم مستوى مرضي؟ الاجابه لا، ولكن في بعض الحاجات الايجابيه اللي ممكن نبص عليها تخلينا نشوف ان منتخب مصر ممكن يعمل حاجه. احنا نتكلم عن الجزء الاول ايجابي في بعض النقط، وبعد كده ممكن نتكلم بقى على منتخب مصر صغرته في وسط الملعب دي عامله ازاي ونحسنها ازاي. يعني هقول لك مثلا على سبيل المثال، اكتر منتخبات المحاوله على المرمى مصر رقم واحد. حلو. في البطوله كلها مصر محاوله 52 محاوله على المرمى. حلو. الجزائر بعديها، المغرب، الكونغو الديمقراطيه. فانت بتشوف مصر الاول، الكونغو الرابع، خليها على جنب كده ان الكونغو دي الرابع. حلو. عشان عينك تشوف ان منتخب الكونغو بيوصل للمرمى. طبعا الافضل في الاكسبكتد جولز ايه؟ الاكسبكتد جولز مجموعه الاجوال، النقط اللي انت بتشوط فيها، اللي كل نقطه انت بتسدد منها بيبقى ليها حسبه معينه. الحسبه دي مثلا النقطه دي 20% تدخل، 3 من 10 تدخل، 4 من 10، اعلى حاجه مثلا 9 من 10 ممكن، او اقل اللي بيكون على خط المرمى. حلو. منتخب الكونغو اكتر منتخب في البطوله اكسبكتد جولز، المفروض يسجل 10.5 هدف، مسجل منهم كام؟ 2. فعنده رقم ايجابي انه بيوصل، وعنده رقم سلبي انه ما بيسجلش اساسا وبيضيع كتير. حلو. منتخب مصر مش من اقوى ثلاثه في الوصول للمرمى كفعاليه، ولكن منتخب مصر بيوصل كتير، ممكن فعاليتها بتكون قليله بس بيوصل كتير. على المستوى الدفاعي مصر المفروض تستقبل، مصر رقم 2 في البطوله دفاعيا، المفروض تستقبل 3.6 هدف، المفروض تستقبل 3. مصر مستقبله كام؟ 6. ده معناه ان اللي بيروح بيدخل، يعني صح. لو الكوره احتماليتها تدخل 6. ايوه انت من 10 اللي راح عليك دخل الكورتين بتوع قدوس، يعني كره قدوس مثلا اللي بتشاط من بره دي نسبه انها تدخل بتكون 22%، 2 من 10 تدخل، فالرقم يضرب معاك. فانت المفروض يدخل فيك 3 جوان، دخل فيك 6، فانت دفاعيا عندك مشكله. ودي حراسه المرمى، يعني دي الجزء الاكبر منها بيكون حراسه مرمى. طيب التمريرات الصحيحه، مين الفريق اللي بيقدر في البطوله يمرر؟ مصر والمغرب الاثنين الاوائل 86%. طيب مين احسن فريق بيلعب كرات طويله؟ مصر 59%. طب مين اكتر فريق في البطوله فقد الكوره؟ اقل فريق فقد الكوره، مصر 77 مره. فانت الارقام اللي عماله اقولها لك دي على مستوى الجماعي، لو جيت بصيت عليها ومصر جايبه 3 نقط تقول ايه ده ازاي؟ هي ارقام ايجابيه، انت فيها جزء كبير ارقام ايجابيه. يعني فيها جزء دفاعي ماشي، بس عندك جزء كبير ارقام ايجابيه، عندك جزء كبير ارقام ايجابيه، عندك جزء الارقام الفرديه مثلا. تعال نبص كده سريعا على الارقام الفرديه. يلا بينا. مصطفى محمد اكتر لاعب محاوله على المرمى في البطوله كلها 6. حلو. الاثنين رقم 2 ايميلوين سوي، وده لو جينا وقت نتكلم برضو عنه، بتاع غينيا السوقيه 5 محاولات، بس الراجل ده 5 محاولات الخمسه حطهم صح، يعني 5 محاولات اللي جت هو باك رايت اساسا. سجل. تمام. مصطفى محمد 6، سجل منهم 3، فرقم ايجابي ان مصطفى بيحاول. طبعا. طيب الاكثر في التمريرات الصحيحه، مين اكتر واحد منضبط في التمريرات؟ محمد عبد المنعم في البطوله كلها اكتر واحد عمل تمريرات صحيحه، 199 تمريره صحيحه، على الرغم ان في انتقادات على اداء جداً محمد جداً عبد المنعم الدفاعي. صح. تمام. طيب اكتر حد صنع له فرص، ودي برضو ناخد بالنا منها نتكلم عنه، جايجل كاكوتا لاعب الكونغو الديمقراطيه. صحيح. اكتر واحد محاولات، اكتر واحد صنع له فرص، اكتر مراوغات ابو بكر الكويت موريتانيا، عز الدين اوناح المغرب، جايل كاكوتا الكونغو الديمقراطيه، اتذكر معانا في اسمنا اهو في مرتين. حلو. الاكثر قطعا الكرات مديبه وياسين مرياح. فانت حتى منتخب مصر جزء هجومي عندك رقم كويس، جزء الدفاعي والتمرير المدافع اللي بيلعب كره سهله وبيعرف كره مضمونه محمد عبد المنعم. فانت على المستوى الجماعي
عندك ارقام ايجابيه، على المستوى الفردي عندك ارقام ايجابيه طبعا. طيب لو جينا بقى نبص على منتخب مصر فنيا، ايه المشكله بقى اللي موجوده، ونبدا نستعرض بقى الصور اللي موجوده معانا. ماشي، يعني احنا عندنا منتخب بيلعب 4-3-3 او 4-4-2 في الماتشات اللي كانت موجوده. مشكلتنا بتكون فين؟ مشكلتنا في الجزء اللي ما بين وسط الملعب وخط الدفاع. ما اقدرش اشيل للشناوي لوحده ولا الدفاع لوحده ولا مصر لوحده. تعال نبدا كده مع بعض اول صوره. يلا بينا. ده هدف كفيردي الاول. حلو. الدايره دي على الكره اللي حوالين الكره في 4 من منتخب مصر ابيض على 3 بالازرق، وجوه المنطقه عندك 2-1، يعني 2 لو بصيت كده في زياده لمنتخب مصر. صح. بص على كده الكره تمشي الصوره اللي وراها، هيبدا هنا تبدا الزياده، تبدا تبان منتخب كفيردي. اللاعب اللي بيمر الكره ده رقم 19 هيلعبها للجناح، واللاعب اللي عليه هايلايت الاصفر ده هو اللاعب المهاجم اللي هو سجل فينا الهدف اللي عليه هايلايت الاصفر اللي جوه المنطقه. لما نروح بقى بعد كده للراجل اللي لعب الكره ده راح استقبلها تاني. فبقيت جوه منطقه الجزاء يا يحيى هتلاقي 4-3، في واحد بظهره فبقت 3-3. صح. لو جنبت الاثنين اللي موجودين على الاثنين اللي على اثنين فبقى في 2-2. فبالتالي حجازي كان في موقف انه مضطر ان هو قدام الراجل مواجهه مباشره طبعا، والشناوي بعد كده الكره عدت ودخلت. فدي اول كوره شفنا فيها ان خط الوسط بتاعك ما كانش راجع صح، صح، والدفاع ما كانش متمركز صح. صح. خش على الكره اللي وراها. الكره اللي وراها دي في مباراه ايه، مباراه غانا. مصطفى فتحي لسه نازل، اول لمسه اتقطعت منه الكوره. حلو. في كام واحد في منطقه الجزاء لمنتخب مصر؟ في 3 من غانا قدام 4. صح. منتخب مصر. طيب فتمركز كويس طبعا. تعالى وسط الملعب الكره اللي الصوره اللي وراها، لو جينا حركنا الهجمه بس كده ادي قدوس. في كام واحد قريب لقدوس؟ في 3 3 في الدايره دي، وفي واحد بعيد اللي هو حمدي فتحي اللي بالسهم الاصفر. صح. الراجل ده استلم الكوره وعدى بالكوره وسددها في عدي الهجمه. بعد كده بدا قدوس يستلم الكوره والكوره داخل، بعد كده هيشوط. هتلاقي حمدي فتحي اللي عليها السهم الاصفر ده بيقرب. الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها هتلاقيه بدا. بص بقى 1-2-3، بص كام واحد قدام قدوس. 1-2-2 سنتر باك وثلاثه وسط ملعب، فعندنا 5 لعيبه وقدوس شاط الكوره، عدت الخمس لعيبه وعدت الحارس. جميل. فدي تمركز خاطئ وسط ملعب. عندنا بعد كده الهدف اللي بعد كده في ماتش غانا برضو، تريزيجيه رجوع متاخر فبعيد عن الكره اللي عليها هايلايت الاصفر. صحيح. امام ضغط بزياده وبالتالي فض قدوس فغلط. امام غلط وفض قدوس. طيب ماشي. بص بقى المسافه ما بين قدوس لاخر السهم الاصفر ده، المكان اللي قدوس هيشوط منه. طيب عندك حمدي فتحي، بص واقف فين؟ على حدود المنطقه. حمدي فتحي لغايه ما قدوس هياخد الكره ويخش، حمدي فتحي واقف في مكانه وما نضغطش حتى عليه. نخش بعد كده لما قدوس يعدي بالكوره في الصوره اللي بعدها هتلاقي قدوس، بص حمدي فتحي لسه داخل عليه في الكوره دي. طيب هل دي اتحسب عليها الدفاع لوحده او الشناوي لوحده؟ لا، طب حمدي فتحي واقف متاخر في الارتداد ده كله، شاطها اتسجلت هدف في مرمانا. الهدف اللي بعد كده، كل دي اهداف على فكره، ما جابتش فرص. ايوه ايوه صح. الهدف اللي بعد كده هدف كفيردي في مرمانا في الدقيقه الاخيره في الصوره اللي بعد كده، هتلاقي الكوره كانت اتشاطت. الكوره دي كان اولا ان تيجي تبص كده عد الابيض 1-2-3-4-5-6 تمام. على 1 اتشاطت، الشناوي اخطا في التصدي ليها، رجعت للاعب الاستلام رقم الجون الثاني بتاع كفيردي. الجون الثاني بتاع كفيردي استلم الكوره ومش حطهاش على طول، ده استلم ورقص الشناوي وحطها في الضيقه في حجازي. شايف العدد، الاعداد عدد قد ايه؟ فانت العدد موجود ولكن تمركز غلط، تمركزات غلط. الصوره اللي وراها هدف موزمبيق الاولاني برضو، رجوع متاخر من تريزيجيه. عندك 2-2، بدا في ارتداد بقى 2، بقى في تحميل 2-1 ناحيه اليمين. الراجل لعب الكره عرضيه في الصوره اللي وراها، تمركز خاطئ من منعم ومن حجازي، الراجل طلع بالهيد سجلها هدف برضو. صح. الصوره اللي وراها برضو هدف موزمبيق الثاني. بص بقى دي كارثه تمركز. عارف مين اللي في الاخر ده؟ ده النني. يعني في الاخر ده فانت بتلعب اللي هنا اللي عليه هايلايت ده. ماشي. فانت ولا بتلعب على تسلل، بص الوقفه اساسا وقفه غريبه جدا، غلط. طيب دي اتحسب عليها الدفاع طبعا. وفيتوريا على فكره كنا بنتكلم فيه ده، مش لعيبه بس، وفيتوريا الراجل لعب الكوره وعدى بالكوره وانفرد. طيب ده وانت مش معاك الكوره، تعالى اوريك بقى وانت معاك الكوره في الصوره اللي بعدها. دي معاك، انت معاك الكوره اهو، اللعيبه كلها رايحه لقدام، اللعيبه كلها رايحه قدام ومفضيين نص الملعب قدام غانا. النني لعب كوره طويله، بص لو هنبص دي 4-13 ثانيه، الكوره اتقطعت في الصوره اللي بعد كده ارتدت بايه بقى؟ ارتدت بهجمه مرتده والنني لسه ما رجعش. يعني ارتدت بهجمه مرتده والنني اللي عليها هايلايت الاحمر لسه ما رجعش، والكره دي اتلعبت انفراد والشناوي ايه صدها. طيب ماشي. اللي احنا بنتكلم فيه ده
ده تمركز خاطئ ولا تمركزات خاطئه على فكره بالظبط كده. كل الاهداف اللي استقبلناها على مدار الثلاث مباريات هي تمركزات خاطئه. نحل ده ازاي بقى؟ نحل ده ازاي عشان برضو ما نكون احنا بنقول بقى خلاص حالات سلبيه. طيب ده بيتحل ازاي؟ اتحل نسبيا في المباراه الاخيره بوجود مروان عطيه في مركز 6. صح. فلاعب بيجي لي التمركز فاهم شويه مهام المركز ده، رجله في الملعب بقاله فتره بدا يأدي كويس. صح. ماتش كابفيردي ما كانش احسن حاجه في المستوى التمركز، لكن مروان قدم ماتش حلو يخليك تبني عليه في الماتش اللي جاي. طيب يظهر لك مشكله تانية، امام مش موجود. طيب انا مع امام مش موجود، انا ارجع بقى تاني العب بالنني. لو نرجع النني مركز 6 هيبقى اكبر خطا فيتوريا بيعمله. ما ينفعش النني يرجع 6 تاني، مستحيل. انت مروان يفضل في مكانه. صح. حمدي يفضل في مكانه، العب بالنني مكان امام. صح. او زيزو، انا مع النني شويه لانني امن دفاعين شويه يعني، فالعب بالنني في الحته دي او بزيزو في الحته دي. مروان لازم يفضل موجود ورا. طيب ظهر لك مشكلة تانية، ان الشناوي اتصاب. صح. طيب كان حل من الحلول ان ياسر يلعب جنب حجازي. ليه يلعب جنب حجازي؟ لان يبقى عندك ياسر، ياسر يلعب جنب منعم، انا اسف. يبقى عندك ياسر، عندك منعم، عندك هاني، عندك الشناوي، عادي اربعة اهلي. حلو. عندك مروان خمسة اهلي. فالتجانس ما بين اللعيبة يعني كده. تجانس قوي جدا طبعا. فيأمن لك انها حد دفاعية شوية. طيب ظهر لك مشكلة ان ابو جبل بقى هو اللي موجود. هنا بقى علامة الاستفهام لفيتوري، العب بياسر ولا افضل بحجازي؟ لو لعبت بياسر، ما انا بدخل الراجل اول مره يلعب امم افريقيا طبعا. حجازي اداؤه متوسط. هل هيبقى فيه انسجام؟ انا رايي الشخصي العب بياسر. بس انت كده بتفقد برضو جزئيه مهمه جدا، وهي جزئيه الكابتن في الملعب، لان انت صلاح مش موجود، الشناوي مش موجود، فانت حجازي هو اللي بتعتمد عليه في الجزئيه دي، هو اللي بيوجه، هو اللي بيساعد، هو اللي بيحمس اللعيبه. فانت لو ضحيت بحجازي فانت هتفتقد كل حاجه ليها مميزاتها. يبقى انا معك، عشان كده بقول لك هي علامه استفهام يعني مش متمسك بالراي 100%. يعني انا لو مكان فيتوريا هحتار كتير طبعا. فممكن حجازي ولا ياسر، حجازي ولا ياسر، بقول لك طب خلاص خلي حجازي. او ممكن اقول لك لا، حط ياسر، لان ياسر جنب منعم كويسين، فالاثنين يقدروا يادوا اداء هو كويس. من يعني من اللي شايفينه هو بعيد خالص ياسر جنب منعم، من وجهه نظر، من وجهه نظر فيتوريا والشكل. صح. اللي صح. بيلعب بيه كان مستبعد اساسا، مستحيل يضحي بحجازي. بس اقول لك حاجه، ممكن لا مع بعض الاخطاء اللي موجوده وان انت بتدور على انسجام، انا ممكن افكر في ياسر، او على الاقل ادي له جزء من الماتش ده. ماشي. لان انت عندك فرصه ان انت، احنا هنتكلم لسه عن الكونغو، بس الكونغو مش فريق ضعيف ومش فريق قوي قوي. ماشي. جميل. بس انت عندك انك ممكن تلعب بالجزء ده. قدام اتكلمنا عن مروان، اتكلمنا عن زيزو، اتكلمنا عن النني، اتكلمنا عن حمدي. حمدي بالمناسبه بيقدم بطوله متوسطه، محتاج شويه يبقى فيه احسن شويه على مستوى الدفاع عشان نعالج الثغره اللي موجوده دي. تريزيجيه محتاج يرجع، احنا جبنا جونين من الموجودين، تريزيجيه كان ممكن يرجع اكتر من كده شويه. هنفتقد امام في الخروج بالكوره، هنفتقد امام في انه بياخد الكوره من خط الدفاع وبيطلع لقدام بيها، هنفتقده بشكل واضح. هنفتقد امام في كل حاجه الحقيقه، لان امام واحد من اللعيبه اللي بيقدم بطوله عظيمه جدا، واداؤه تصاعد في المباريات، سواء يعني بالشكل اللي شفناه في اول مباراه او تاني مباراه ليه. لا، امام فارق تماما يعني. طبعا امام فارق، عشان كده بقول لك الجزء اللي احنا اتكلمناه عرضناه حله هو التجانس ما بين الاربعه والثلاثه مع ارتداد الجناح عشان يقدر يدي زياده عرضيه. ودي مسؤوليه لفيتوريا، لان اللعيبه دي ما بتلعب، اللعيبه دي بتلعب في الاهلي وبتلعب في الزمالك وبتلعب في اوروبا، فمحتاجه حد يوجههم شويه في بعض عمليات الارتكاز عشان ما يبقاش في ثغره لمنتخبنا في الجزء ده. طيب عدلتها ازاي انت في نص الملعب، وعدلتها ازاي في الثلث الهجومي؟ انت عندك مصطفى فتحي والراجل بيعتمد عليه واداله بعد اصابه صلاح، وعندك زيزو بدا المباراه الاخيره امام كافيردي. عدلتها ازاي في الجزئيه دي؟ يلعب بزيزو 8 ويضحي بالنني، ويلعب بزيزو حمدي، وعلى يلعب مروان عطيه ويلعب مصطفى فتحي كجناح، ولا عدلتها زيزو كجناح ويلعب بالنني وحمدي هما الاثنين اللي عدلين؟ بص، من المميزات اللي موجوده في منتخبنا ان الاساسي والاحتياطي في مراكز كتير كويسين الحقيقه، كويسين طبعًا. ما عدا مركزين اللي هو جناح صلاح، وما عدا مصطفى محمد مهاجم. حلو. يعني دول المركزين الوحيدين اللي في الملعب. بص، كل المراكز الثانيه ويمكن السنتر باك منعم، كل المراكز اللي فيهم حراسه المرمى اللي موجود يقدر يأدي. بتكلم شناوي، ابو جبل، هاني، عمر كمال، فتوح، ماشي، محمد حمدي، حجازي، سامي، ياسر يقدر برضو او علي، تمام. مروان عندك مروان يمكن بادائه اشوف ممكن البديل لمروان مهند لاشين. على فكره مهند واحد من اللعيبه اللي بيجيد برضو اللعب بيجيد بس في فرق شويه طبعا يعني طبعا في فرق شويه بس أكيد. مروان موجود. طيب عندك بقى النني، امام عاشور، النني، امام عاشور، حمدي فتحي، ثلاثة بيتحطوا، ممكن ثلاثة يتحطوا عادي. الاجنحه مرموش، تريزيجيه، فانت عندك لعيبه كتيره موجوده. صح. اللي قدام يلعبوا ازاي؟ اكيد مصطفى محمد مهاجم، لانه طبعا هو الوحيد اللي هيبقى ثابت. تيجي شمال بقى، هل استغل تريزيجيه
وهو فايق ولعب بيه اساسي طبعًا. فانا غالبا طبعًا. هشوف ده غالبا تريزيجيه ما يقعدش يعني حتى اغلب الناس اللي الماتش اللي فات يا جماعه تريزيجيه ما يقعدش انا ليه استنى تريزيجيه واقعد انزل بيه لا تريزيجيه يبدا اساسي ويبقى عندنا هنا سؤال هل مرموش يمين ولا زيزو يمين ولا مصطفى فتحي يمين صح فبرضه مش هتفرق كتير ولكن اشايف مرموش وزيزو هم الافضل في المركز ده مرموش وزيزو يبداوا يمين افضل هل. لان مصطفى فتحي شويه لعيب مهاري وبدنيا ما بشوفوش قوي يعني مش اللي بيدافع ويقاوح ويقطع الكوره هو بتاع واحده بيطلع واحد على واحد فممكن بيعدي تستخدمه فممكن تستخدمه وقت ما تتزنق في النتيجه بدليل ان فيتوريا الماتش اللي فات اعتقد ما نزلوش لا يعني اعتقد الماتش اللي فات ما شفناش مصطفى فتحي في مباراه ده مصطفى فتحي في الدقيقه الاخيره اعتقد في مباراه كافيردي ده في الدقيقه الاخيره بص هو اجمالا يعني ما بشوفوش ان هو حاسه ان هو هيبقى هو الجناح الاساسي اللي يلعب في الجزء ده اعتقد هيبقى زيزو او مرموش في الحته دي هو اللي يكون هيكون موجود والناحيه الثانيه هيكون تريزيجيه هيلعب وينج شمال تريزيجيه ومصطفى محمد في الناحيه الهجوميه عشان يبقى تستغل ده فكره ممكن تكون موجوده عند فيتوريا برده ممكن يلجا ليها هو انه يلعب 4-4-2 نجحت مع كيروش لما كان بيلعب بزيزو مين تريزيجيه شمال صلاح ومصطفى محمد في الهجوم ماتش المغرب مثلا على سبيل المثال نجحت قدام كافيردي لما غيرنا الشكل وحطينا مرموش جنب مصطفى نجحت في ماتش غانا لما حطينا مرموش جنب مصطفى انك ممكن تلعب 4-4-2 زيزو يمين بس هو فيتوريا مش هيبدا ب 4-4-2 بص يعني برضو عندي قناعات كده بمتابعتي للشكل وتغييراته حتى لطريقه اللعب من 4-3-3 ل 4-4-2 هو بيبدا ب 4-3-3 بص انا معاك بس انا بشوف ان 4-4-2 هي الانسب بالنسبه للعيبه قدام كيروش كانت الانسب مع كيروش كانت الانسب ومع فيتوريا تبقى الانسب لانها بتحط كل لعيب في مركزه صح. يعني انت هتحط مرموش مركزه مع فرانكفورت بيلعب جنب مصطفى صح فالاثنين في مركزهم زيزو هتحطه جناح يمين او لاعب وسط يمين يمسك الخط مركزه تريزيجيه هحطه جناح شمال ويخش له العمق شويه كمهاجم ثالث مركزه بس عندها نقطه سلبيه انك ما عندكش بقى دكه صح يعني انت كده حرقت اللعيبه اللي موجوده وممكن ساعات على فكره تحط مروان والنني مستريح عادي ممكن تحط اتنين مروان ونني جنب بعض ممكن تحط مروان وحمدي جنب بعض مستريح عادي يعني ممكن تحط مروان وحمدي وانت ساعتها النني تحطه على الدكه بس انت كده بتلعب بقوه ضربه ما عندكش خلاص حد ينزل يغير احنا بنحط حلول موجوده وبنحط افكار ممكن تكون موجوده قدام فيتوريا لكن انا معاك هيلعب 4-3-3 هيلعب بثلاثه وسط ملعب اللي هو وسط ملعب اساسي اللي هم مروان والنني وحمدي ويلعب بزيزو يمين تقليدي جدا يلعب بتريزيجيه شمال عشان قدم ماتشين كويسين ويلعب مصطفى محمد في الهجوم وهيلعب بحجازي عادي جدا جنبه عبد المنعم ويلعب بمحمد حمدي شمال عادي جدا ويلعب محمد هاني عادي جدا ويلعب بابو جابر عادي فتوح ما اعتقدش هيلعب بفتوح هيلعب محمد حمدي طب تقييمك ايه الفتوح في الشويه اللي ظهر بيهم يعني امام كابيردي وهل الناس كانت بتطالب بمروان عطيه مكان النني سته ومروان انا بشوف ان مروان نجح جدا في في صح. في المباراه وهو واحد لا بديل عنه في مباراه الكونغو بكره ان شاء الله ولكن فتوح بتشوف ان هو بيبقى وراه عنده ثغرات دفاعيه وبيروحوا من ناحيه فتوح كتير بس خلي بالك برضو هي هم راحوا من ناحيه محمد حمدي كتير عشان كده قلت لك لما كنا بنتكلم في الاثنين قلت لك مش فارقين يعني لو هما الاثنين عندهم مشاكل هما الاثنين عندهم مميزات يعني انا هقول لك حمدي هجوميا كان اقوى من فتوح ودي غريبه شويه في المباراه بتاعت كاب فيردي لما نزل بالظبط كان اقوى كان جميل كده طيب وفي نفس الوقت واعتقد ماتش غانا برده ونزل برده مكان نزل ماتش غانا نزل مكان فتوح يعني حمدي نزل مكان فتوح طيب فتوح دفاعيا كان بالنسبه لي افضل من حمدي يعني محمد حمدي جون كاب فيردي الثاني راجل رقصه وعدى عادي جدا بسهوله نفس الكلام في ماتش موزمبيق كان الراجل الناس بيعدي سهل جدا من محمد حمدي عشان كده هما الاثنين كل واحد فيهم عنده نواقص عشان كده زي ما قلت لك حمدي او فتوح مش فارقه كتير مين اللي موجود فيهم هاني وعمر كمال هاني افضل نسبيا ان هو تكتيكيا افضل هيلعب ماتش كويس قوي ولعب ماتش كويس طبعا واتمنى ان محمد حمدي او فتوح اللي هيلعب فيهم واعتقد محمد حمدي انه فيتوريا عنده قناعات بحمدي من البدايه صح اعتقد ان محمد حمدي لو لعب وانا بص انا متفائل بالماتش ده صراحه بغض النظر عن الاسماء انا متفائل بماتش الكونغو حاسس ان اللعيبه ماتش كاب فيردي شفت اللعيبه عايزه اللعيبه عايزه تثبت اللعيبه تلعب رجاله دخلوا في البطوله دخلوا في البطوله والروح ابتدت تظهر على لعيبه كتير او على معظم لعيبه منتخب مصر صح. فابتدت ده يحسسك انت حتى كمشاهد وكمشجع مصري ان لا هم عايزين يكسبوا واقول لك كمان حاجه برضو بتحسها برضو ايه في المشجع المصري يعني هو المشجع المصري طبعا بيحب قوي وبيكره قوي طبعا. ودي حاجه كويسه وحاجه وحشه في نفس الوقت مع القصه اللي كانت حصلت وقصه محمد صلاح طب هنعمل ايه طب كذا بايرن ليفربول يتكلم مصر الاتحاد المصري الدكتور الكلام ده كله
اما الجمهور شاف لعيبه منتخب مصر بتلعب وفي تماسك وترابط وروح قويه في الماتش، بقى في مسانده اكتر طبعا للمنتخب. على الرغم ان ممكن كان زي ما قلت لك قبلها كان في مشاكل قبل الماتش ده، بس لا لما بصينا على اللعيبه لقينا اللعيبه بتلعب بروح. فاللعيبه بتلعب بروح بتحس ان اللعيبه الجمهور يقول لك اغلبنا واحنا بنتفرج وشفنا جون كافيردي اللي دخل ده كان الشوطه الثانيه، منتخب مصر عمل على كافيردي 30 محاوله صح اساسا، الكره اللي دخلت دي كانت محاوله رقم 2 ليهم في الدقيقه 44. عندنا مشكله برضه عايز اكلمك فيها يا ماني، وهي ان انت بتستقبل بعد ما بتسجل على طول، يعني دي ظهرت في اكتر من مباراه، انت يا دوبك انت بتسجل انت بتقعد فرحان دقيقه دقيقتين فجاه بتستقبل جون. حصلت مرتين غانا كاف فيردي ورا بعض نفس السيناريو، حصلت مرتين صح، ونقطه واضحه لمنتخب مصر. بس انا عايز اقول لك يعني هي برضو نقطه ونبني عليها ان منتخب مصر بيستقبل في كل الاحوال خلال المجموعات، يعني صح. بص هقول لك استقبل بعد الشوط الاول، فانت المفروض نازل وواقف على رجلك استقبلت جونين في موزمبيق صح، طيب استقبل في اخر الشوط الاول في وقت انت المفروض تامن نفسك فيه استقبل كاف فيردي، واستقبل صح. في غانا يعني غانا سجلت وفي كاف فيردي نفس الكلام، ما هم نفس الاثنين في 44 او 43 جميل، طيب واستقبلت بعد لما سجلت ماتش غانا برضو واستقبلت صح. بعد ما سجلت فانت بتستقبل انت ماشي في سيناريوهات متشابهه بنسبه 100% بالظبط، وده يوريك ان لا في مشكله طبعا، ودي حاجه كويسه انها تبان من المجموعات. بص انا اغلط في المجموعات دايما يقول لك ايه، لما كنا احسن تيجي تمتحن فمثلا تمتحن امتحانات شهر فوق في امتحانات شهر صح عشان اخر السنه، وتيجي ما تخش جامعه يجي يقول لك إيه انا عوض في الميد ترم انا عوض في اخر صح. السنه فاحنا داخلين كويس ان هي جت معانا في المجموعات عشان نعوض في ال 16 بقى وال 8 واللي احنا جاي عايزين يعني. احنا عايزين لعيبه منتخب مصر صح. وعايزين فيتوريا يعوض في الاداره الاقصائيه، احنا يا عم سامحنا فدور المجموعات احنا راضيين بالثلاث نقط وبالثلاث تعادلات وبالثلاث نتائج وبكل حاجه. وعلى فكره دي والله ده بجد ان انت تصعب بثلاث نقط دي معناها انك فيك حاجه لله طبعا، زي ما قلت لك كوت ديفوار في حاجه لله، تصعب فجاه ده هي ما كان ممكن تخرج بدري يعني ممكن تخرج بدري، فاكيد في حاجه ان انت طلعت تاني مسارك. على فكره انت لو كنت طلعت اول انت كنت هتروح تلعب ثالث، ممكن تلعب ثالث مجموعه او تلعب حد ويطلع حاجه وتعك معاك طبعا طبعا، يعني كان ممكن توقع معاك. فانت لما طلعت لا انت مسارك برضو ماشي كويس، عندك الكونغو ديمقراطيه عديت، عندك غينيا الاستوائيه غالبا بعد كده يبقى عندك السنغال، خلينا نشوفها دي بعدين، خلينا بس لحد غينيا وبعد كده نشوف السنغال. فاحنا انا شايف ان زي ما قلت لك انا متفائل، يعني انا متفائل بال 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 بالماتش، متفائل بادائنا قدام كاب فيردي، متفائل ان احنا هنعوض في الفاينل ان شاء الله. انا هاجي لك في الكونغو عشان عايزين نتكلم برضو بالتفاصيل عن منتخب الكونغو الديمقراطيه، ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. مشاهدينا بجد ترحيب بحضراتكم مره ثانيه. يا ماني لو هاجي لك عايز اسالك في جزئيه قبل ما نروح نتكلم على الكونغو وايه اللي ممكن يكون موجود في الكونغو سواء من نقاط ضعف او نقاط قوه، ولكن بتشوف ممكن فيتوريا يقلب المثلث اللي في النص ده ويلعب بالنني ومروان عطيه وقدامهم مرموش ويقلب المثلث تماما ولا لا؟ بص هو ممكن يلعب 4 2 3 1 بالشكل اللي انت بتتكلم فيه، انه ممكن يلعب بالنني ومروان ويلعب بمرموش مركز 10 ويلعب بزيزو يمين وتريزيجيه شمال وقدام مصطفى محمد، يعني ممكن يعمل الشكل ده. بس التغيير فجاه في الشكل التكتيكي مع الوجود عناصر جديده ده ريسك يعمل لك مشكله، يعني عايز اقول لك فنيا الحل ده كويس برضه انه يلعب بمرموش مركز 10 ويزيد مهاجم تاني وزيزو يمين وتريزيجيه شمال ويثبت 2 6 هو مروان ونني جنب بعض ويلعب على الاطراف وقدام اكتر. بس الحل ده ممكن يديك ريسك شويه في الناحيه الدفاعيه، مرموش ما عرفش يرد صح، مش متعودين ان في حد مركز 10 في الفرقه يرد، فممكن تبقى ريسك شويه، ولكن تظل من ضمن الافكار اللي موجوده. ولكن التغيير الكتير مش هيبقى زي ما قلت لك، مش هيبقى حتى انت لما سالتني قلت لك غالبا مش هيكون نهج الفيتوريا، ولكن يظل من الاوبشنز اللي موجوده. ابو جبل بتشوف له بديل؟ هو ابو جبل ما فيش وجهه نظر بتقول ولا احمد الشناوي ولا محمد صبحي، هو ابو جبل الخيار الاول لدى فيتوريا في مباراه فنيا ولا اجواء؟ يعني انا مش عايز اقول لك فنيا لان فنيا الثلاثه برضو بعيد على فكره، يعني مش فارقه فنيا لكن اجواء وخبرات تدي الافضليه شويه لابو جبل بالظبط كده، يعني فنيا عشان كده هو ضم ابو جبل، يعني هو بالمناسبه لما كنا بنتكلم في القايمه هو ضم ابو جبل عشان كده. مين صح. اجهز واحد بعد صح. الشناوي في اجواء افريقيا خارجيه اللي بره مصر هو ابو جبل، هو ضمه عشان كده. لكن سواء هو او محمد الشناوي او محمد صبحي
الثلاثة بعاد والثلاثة مستوى الفني بعيد شوية. صبحي كان عنده ظروف الإيقاف وخلافه. أحمد الشناوي ما كانش بيقدم أداء جيد قدام بيراميدز وقعد دكة فترة. محمد أبو جبل مع البنك الأهلي ما كانش بيقدم الأداء الجيد. ففنيا الثلاثة بعيد عن الشناوي. لكن اللي يخليك برضو مش فارقة برضو كتير, وتاني ده مش تقليل, هي يعني مش فارقة دي معناها إن مفيش ريسك. الشناوي ما كانش بيقدم بطولة كويس, يعني حلو. الشناوي على مدار الثلاث مباريات ما كانش بيقدم بطولة كويس. فما انت تفتقد الشناوي, طبعا الشناوي الكابتن ومكباتن المنتخب, ولكن ما كانش بيقدم البطولة الكويسة انك تقدر تقول ان انت كان بيقدم بطولة ممتازة. والإصابة طبعا يا ربنا يقومه بالسلامة يا رب, بقى 3 أو 4 شهور. الإصابة اتأثر على عرين منتخب مصر؟ لا, عندنا اللي موجود يقدر يأدي. ابو جبل يقدر يأدي. ابو جبل قدم بطولة اللي فاتت كويسة, ويمكن هي بطولة عمره اللي بطولة عمره بالظبط. عشان كده يمكن يكون هو عنده الدافع ان انا ارجع تاني, وان انا ممكن اكون كلاعب, وده حقيقة. مش فكرة, هو محتاج هو ضيع ضيع سنتين اللي عمله هناك بالظبط كده, هنا ضيع لما رجع بالظبط كده ضيع الاداء العالي اللي عمله طبعا جدا صح. فوقتها ممكن يكون حس ما بينه وبين نفسه ان انا ضيعت فرصة عمري صح. فربنا اداك فرصة تانية تكون موجودة معاك ان شاء الله, يستغلها ومنتخب يستغلها يكمل بيها لأبعد نقطة في البطولة, ويقدر يستغلها انه يقدر يبني على ده سواء كان جوه مصر او بره مصر ويبني عليه. تريزيجيه مرموش, انت شايف ان تريزيجيه يبدا مع فكره الشارع المصري اللي بيتكلم ليه تريزيجيه مش من بدايه المباراه, فانت مع فكره ان انا هبدا بتريزيجيه على حساب مرموش ايا كان ايه عدلتها بالنسبه لوجهه نظر فيتوري؟ انا ابدا بتريزيجيه مكان مرموش, لان تريزيجيه عنده اكتر من مرموش في النشاط شويه. تريزيجيه لعيب حركي اكتر شويه من مرموش, بي 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 رغم انه تريزيجيه اكبر سن, فبالتالي مجهوده ما بقاش قادر زي مرموش, ولكن انا ممكن استغل مرموش بعامل السن الصغير كورقه بديله والعب بتريزيجيه, خاصه ان هو صنع سجل هدف وصنع هدف المباراه اللي فاتت قدام غانا, صنع هدف وكان من اللعيبه اللي كانت كويسه جدا لما نزل. وبرده في وجهه نظر ثانيه تقول لك ان طب ما هو لما بينزل بيصنع لك فارق صح, خليه كورقه معاك وخليه دايما ورقه. عشان كده انا بقول لك في حاجات فيها وجهات نظر تمشي كده وتمشي كده صح. بس في حاجات ما فيهاش, الا وهي ان النني 6 ما ينفعش تماما. النني وسط ملعب دفاعي لوحده مستحيل 6 دي ما تنفعش. دي لو فيتوريا عملها هيبقى خطا كبير جدا, ودي ما اعتقدش ان فيتوريا عنده الجرأة ان هو يعملها بعد اللي حصل في المباراه اللي فاتت بعد وجود مروان عطية. خلاص انت اثبتت كلام الناس كله يعني. دي الحاجه الوحيده اللي فيتوريا عملها هيبقى اي حاجه ثانيه في كل اللي بنتكلم فيه. ياسر حجازي مش فارق, فتوح حمدي مش فارق, عمر كمال هاني اقول لك برده مش فارق, تريزيجيه مرموش مش فارقه. لكن النني مركز 6 دي هيبقى اكبر نقطه ضعف لمنتخب مصر, مش عشان النني, لان النني اصلا بعيد اصلا, دي تبقى نقطه ضعف لفيتوريا نفسه اذا قرر دي. بس بتشوف انا بشوف من وجهه نظر ان فيتوريا في المباراه دي في حته نص الملعب مروان عطيه هيلعب 6 وهيلعب بالنني وحمد فتحي, مش هيجازف باكتر من كده. مش هيجازف خالص, لان برده تاني منتخب الكونغو منتخب جيد طبعا, منتخب الكونغو عنده نص ملعب جيد, منتخب الكونغو بيلعب 4-2-3-1 في 5 في وسط الملعب, فبتلعب بخمسه في وسط الملعب, الخمسه اللي بيبقوا موجودين مع خط وسط منتخب مصر اللي بيكون موجود, لو لعبت بعناصر ناقصه او بعناصر هجوميه اكتر ممكن يبقى في غلبه لمنتخب الكونغو في وسط الملعب. لكن طول ما انت بتلعب قدام فريق, وانت بتلعب بعد ما لعبت بمروان واستغليت مروان في المركز ده, ومروان بقى عندك بيأدي مركز باداء كويس جدا في وسط ملعب, لعب تمريره واحده عنده رقم كويس جدا الماتش اللي فات, لعب تمريره واحده بس غلط في اخر الماتش. طول الماتش تمريراته منضبطه وعارف بيلعب ازاي وبيرجع ازاي وبيرتد ازاي. في جزء دفاعي جماعي في مشكله, ولكن على مستوى الفردي مروان لازم استغله انه يكمل في وسط ملعب. امام لو كان سليم لازم استغله وكان موجود ساعتها. بقى حمدي هو عايز تخرج حمدي, تنزل حد, تخرج حمدي تنزل زيزو, كانت هتبقى كده. ولكن اوروبا دارت نفع ان امام يريح المباراه دي, يرجع لك ان شاء الله في مباراه دور الثمانية ونكمل المسار. هسألك عن مصطفى محمد في جزئيه قبل ما نروح نتكلم على الكونغو. بتشوف ان مصطفى محمد بعد البطوله دي يكون ليه مكان في الدوري الانجليزي, وهل بيقل شيء عن اي رقم 9 في الدوري الانجليزي ممكن يكون بيواكب معاهم ولا لا؟ خليني اقول لك, هو كلام على توتنهام مثلا. انا العب توتنهام ما عندوش مهاجم بالشكل ده, مش تسعة صريح. فمصطفى محمد بيقدم اداء كويس جدا مع نانت, بيقدم اداء كويس جدا مع منتخب مصر, وده البيك اللي تقدر تحترف فيه. يعني 26 27 سنه ده السن المناسب ان انا اروح العب بقى 3 سنين على الاقل دوري انجليزي. اعتقد مصطفى محمد اذا ربنا قدر ومنتخب مصر كمل في البطوله ومصطفى محمد كمل وراجل البكرايت بتاع ايمانويل نسويف بتاع غاني للسويه ده هدي شويه علينا, مصطفى محمد ممكن يسجل النهارده هدف او 2, يقدر يقرب من هداف البطوله.
لان مصطفى كان دايما عليه علامات استفهام مع منتخب مصر. البطوله اللي فاتت الناس تقول لك ايه هو مهاجم دوره ايه؟ مهاجم ينزل لي محطه مش عارف ايه ما بيجيبش جوان او الراجل عارف مصطفى كان اكتر واحد من اللعيبه اللي دايما مظلومه جماهيريا بسبب ان هو ممكن الناس تشوفه مصطفى ملوش ادوار يعني ساعات كتير جدا ما كانش مصطفى بيسجل دي حقيقه على فكره وبس كان هو قد عليه كبير جدا 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 ولكن انت بتلعب انا وناس حتى في ماتش كوت ديفوار بالذات يقول لك انا بلعب بمهاجم مهاجم بيطلع لي يستلم لي بره المنطقه ما بيسجلش لا الراجل بقى يسجل والراجل بقى يشارك وبقى عنده بقى اتنفس في البطوله بقى بيشارك بشكل كويس جدا اكتر لاعب محاوله عمره في البطوله طبعًا. ست محاولات فعنده ارقام ايجابيه وعنده اداء فني بعينك تشوفه بيسجل كونسيستنت في كل ماتش صح وضيع يعني ماتش كافيردي ضيع كوره وماتش كورتين يعني الكوره اللي طردت من الحارس وشاطها الحارس شالها الكره الثانيه اللي في الست ياردات اتلعبت له بالعرض وحطها جنب العارضه لا انا شايف مصطفى من اداؤه عالي جدا اداؤه متميز جدا واتوقع ان شاء الله يحترف بعد البطوله دي في نادي من انديه الدوري الانجليزي يعني انا مش عايز نفتح قوي في الكونغو لكن هسالك سؤال سريع عن الكونغو بعد كده نرجع يلا بينا. نكمل بقى عن الكونغو بالتفصيل بتشوف ان منتخب الكونغو وشكله في دور المجموعات وموقعه في مجموعته هل كل ده بيقول ان انت امام منتخب قوي جدا جدا وتعمل له الف حساب زي ما كان كل المنتخبات انت لما تيجي تقابل السنغال ولا المغرب ولا اي حد من المنتخبات الكبيره انت عارف كويس جدا المنتخب اللي انت داخل تقابله بس الكونغو الديمقراطيه هل خلاص وصل لان هو واحد بقى من المنتخبات اللي انت تعمل لها حساب بشكل كبير جدا في المباراه ولا لا؟ بص منتخب الكونغو زي حالتك كده تعادل الثلاث ماتشات ماشي جميل وصعد صح جميل كده هو لعب المباراه الاولى وتعادل صح ولعب بعد كده مع منتخب المغرب مباراه ممتازه جدا جدا وتعادل وكان اقرب للفوز ولعب بعد كده المباراه الاخيره واتعادل طيب منتخب الكونغو عنده نقطه ضعف سلبيه انه بيضيع فرص كتير جدا المفروض يسجل 10 تجوان مسجل جونين زي ما اتكلمنا صح فبالتالي عنده نقطه ضعف هجوميه ولكن هو منتخب عنده عناصر كويسه يعني احنا زي ما اتكلمنا على كاكوتا اللي هو لاعب بيلعب في اميان الفرنسي اللاعب ده اكتر لاعب صنع فرص في البطوله ثالث لاعب مراوغات في البطوله بيرقص كويس فانت وبيلعب مركز 10 حلو اللي هو ورا راس الحرب فبيلعب عندك لاعب دريبلر كويس عندك لاعب بيوصل الفرقه بيلعب فرص بيصنع كويس جدا ولكن عندك منتخب سلبي من الناحيه الهجوميه منتخب ما سجلش في البطوله غير هدفين على المستوى الهجومي فانت قدام منتخب ما نعمل له حساب بس ما ينفعش احطه زي السنغال وزي كوت ديفوار وزي طبعًا. صاحب الارض والحاجات دي كلها يعني اقدر اقول منتخب مصر بيواجه منتخب جيد منتخب منضبط تكتيكيا منتخب مدير فني بتاعه دي صبر عنده خبره كبيره جدا بالكره المصريه عنده طموح افريقي يقدر انه عايز يوصل ولكنه مقارنه بمنتخبنا منتخبنا المفروض هو الاصعب وهو الاقدر بالوصول وخروج منتخب مصر قدام الكونغو هيبقى مفاجاه يعني ما اقدرش اقول ان هو منتخب الكونغو لا هيبقى مفاجاه فبالتالي وانا بجهز اللعيبه وبجهز نفسيا انت الاحسن صح انت الاحسن فبالتالي تتعامل انت الاحسن وتلعب انت الاحسن انت اللي تبادر انت اللي توصل اكتر انت اللي تحسم الماتش عشان تبدا تصاعديا زي ما اتكلمت معاك تطلع بالبطوله عندهم عناصر كويسه عندهم ويسا الجناح برينفورد فمن عناصر لعيب كويس جدا وماشي بشكل كويس جدا في الدوري الانجليزي وبيسجل واحد من اللعيبه المهمه عندهم لان انت هو ده النقطه اللي انا كنت بتكلمك فيها الكونغو الديمقراطيه هي الكونغو الديمقراطيه لو رجعت لها من كام سنه لا طبعا مستحيل صح هي بص هي اقوى شويه يعني هي اقوى شويه باكامبو مهاجم جالاتا سراي والاحتياطي بتاعه فينسون ماي المهاجم بيراميدز مايلي انا اسف مهاجم بيراميدز عندهم مسواكو جناح الباك ليفت جناح بشكتاش التركي من اللعيبه الكويسه جدا عندهم مبمبا السنتر باك بتاعهم بيلعب في مارسيليا من العناصر الكويسه جدا عندهم الجناح الباك رايت كالولو هو جناح لوريان الفرنسي عندهم متسامي ولاعب الوسط اللي هيظهر في المؤتمر بتاعهم هو لاعب وسط نادي نانت زميله مصطفى محمد فهم عندهم اسامي وعندهم عناصر كويسه جدا تخليك افضل تخليك ان هم افضل من قبل كده بس انت كمنتخب افضل منهم وهم في البطوله ما ادوش الاداء الجيد او الاداء المبهر اللي يخليك تقول ان احنا كمنتخبنا بعيد عنهم لا احنا افضل منهم احنا افضل منهم هما نفس زي ما قلت لك هما زي حالتك واخدين الثلاث نقط صاعدين بثلاث نقط بس قدموا قدام المغرب ماتش ممتاز جدا وكانوا افضل استغلالا للاجواء ماتش كان بتلعب 12 الظهر بتوقيت كوت ديفوار فاستغلوا قدر الامكان ده ولكن ما قدروش يكسبوا المنتخب المغربي
فنيا وطريقه اللعب اللي بيلعب بيها الكونغو، وانت مجهز لنا شويه صور نتكلم عليها بطريقه اللعب بالتكنيك بتاع المنتخب الكونغو. فقول لي واشرح لي كده بالصور طريقه لعبهم شكلها عامل ازاي. بص، هما بيلعبوا 4-2-3-1 زي ما ذكرنا اسامي. مباسي ده حارس مرمى، روديس الاسباني ده حراسه المرمى، على اليمين كالولو ده باك رايت لوريان فرنسي، مبيمبا في سنتر باك مارسيليا، وبيلعب بباكو ظهير سنتر باك ناري سيمبا، او باتابونيسكي ده ظهير نادي سارنتينا الايطالي بيبقى موجود على الشمال مسواكو. واستكمال ده التشكيل بيكر وموتوسامي ويسا وكاكوتا وبوجوندا او ايليا. هو ويسا وكاكوتا هما يعني الاثنين لعيبه اللي ظاهرين عندهم اقوى اثنين، وقدام باكامبو او مايلي مهاجم بيراميدز. لو دخلنا بقى نشوف هما بيلعبوا ازاي او نقاط القوه ازاي، ده شكل المنتخب الكونغولي في الهجوم. طيب الكره دي بالمناسبه مايلي سجل هدف قدام المصري بكره زي دي بالظبط. اتلعبت الكره اللي عليه دايره في النص ده اللي هو بيتكلمك عليه كاكوتا، حلو. اتلعبت الكره في الصوره اللي بعدها الراجل في النص من لمسه واحده حط مايلي انفراد وضيعها، صح. الكره دي بالظبط وليد الكارتي قدام بيراميدز استلم الكره، صح، قدام المصري الجون الثاني قدام المصري، استلم الكره من وسط الملعب وليد الكارتي حطها لمايلي، مايلي دخل انفرد حطها في المصري، جون. صح. فدي نقطه اول قوه او نقطه جوه بعد كده زي باستكمال الكره انفراد، ولكن الحارس قدر يصدها حارس مرمى تنزانيا. ده اول جزء. الصوره دي بتعكس ايه؟ الصوره دي بتعكس شكل الناحيه الهجوميه لمنتخب الكونغو. الملعب ده السهم الاسود هي الكرات العرضيه الارضيه الصحيحه من ناحيه اليمين. حلو. فانت هتلاقي السهم الاسود كله من اليمين، مفيش سهم اسود من الشمال، يعني كل السهم الاسود جاي من ناحيه اليمين. فهم بيلعبوا ايه؟ بيلعبوا ان هو بيفرغ مساحه للباك رايت او الوينج رايت انه يلعب كرات عرضيه. ده اللي هو مين؟ اللي هو إيليا جناح يانج بويز، او بوجوندا جناح سبارتاك موسكو، او كاكوتا لما بيروح ناحيه اليمين. بيلعبوا دايما للكرات العرضيه اللي في العمق، سواء كان لمايلي او باكامبو او ويسا لما بيدخل المهاجم. الشكل اللي وراه هتلاقي ده المحاولات منتخب الكونغو. محاولات منتخب الكونغو كلها، ادي الملعب موجود عندك ناحيه الشمال والاسماء موجوده قدام ناحيه اليمين، طبعا الساده المشاهدين شايفينها، فبدون حتى ذكر اسماء كتير او كده، واضح ان عندهم محاولات كتير جدا من بره المنطقه، محاولات كتير جدا من جوه المنطقه. فقلت لك هو من اكتر منتخبات محاولات في البطوله، المحاولات عندك قدامك في كل حته موجوده في الملعب، ولكن هما فعاليتهم قليله. الشكل اللي بعد كده او الصوره اللي بعد كده بتعكس لنا المراوغات، هتلاقي 37% من مراوغاتهم من ناحيه اليمين. الملعب اهو قدامنا، اليمين ناحيه اليمين ده الهجوم، فعلى اليمين تحت 37% دي المراوغات بتاعتهم. هتلاقي كاكوتا موجود من اكتر لاعبين مراوغات، هتلاقي ايليا من اكتر لاعبين مراوغات في الجزء ده. فالثلاث صور، الجزء اللي هو بنسميه الجزء النظري او الرقمي، احنا شايفين اعتمادهم على ناحيه اليمين على اكتر من اسم موجود. حلو، نبص عليها في الملعب بقى. ادي الشكل في الملعب ده. المباراه مرات المغرب، الكوره اللي اتلعبت الهدف. طيب انا هستاذنك نروح للمؤتمر الصحفي لمنتخب مصر وإيه فيتوريا ولاعب منتخبنا مروان عطيه، ونرجع نستكمل مع حضراتكم. فإلى هناك. سنبدا الان مع المؤتمر الصحفي الرسمي للمباراه رقم 14، المدير الفني روي فيتوريا واللاعب مروان عطية. هذه الأول سؤال موجه للمدير الفني ثم اللاعب. أتيت إلى سان بيدرو وهي مباراة تبدو في غاية الأهمية لمصر وأيضا لجمهورية الكونغو الديمقراطية، كيف تقيم هذه المباراة وما مدى أهميتها لكم؟ أسعد الله مساءكم جميعا. إن المباراة مهمة بالنسبة لنا جميعا بشكل واضح، فمنذ أن جئنا في اليوم الأول ونحن نقول أن كل مباراة هي نهائية في حد ذاتها، هذه هي الروح التي لدينا، ونفس الشيء بالنسبة للمواجهة القادمة التي هي بالطبع نود أن نربحها، وهي وبالنسبة للمنافس هو منافس قوي من الصعب التغلب عليه، ولكن على أي حال كل مباراة تعتبر نهائية في حد ذاتها، إذا كل المواجهات هي نهائيات. إنها مباراة صعبة جدا،
بالنسبة لكلينا. سأجيب على هذا السؤال بالإنجليزية وبعدها بالبرتغالية. هي مباراة مهمة لنا ولكن ليست أقل أو أكثر أهمية من المباريات السابقة. منذ أن أتينا إلى هنا تحدثنا في أن كل مبارياتنا ستكون بمثابة مباريات نهائية. لعبنا ثلاث نهائيات في مرحلة المجموعات، نريد أن نفوز. الفريق المنافس فريق صعب ومن الصعب هزيمته، ولكن نحن على استعداد في هذه المباراة. أعرف أن المباراة ستكون صعبة وأنا متأكد من هذا، والتفاصيل الصغيرة هي التي ستصنع الفارق، ونحن جاهزون لسنا جاهزين بنسبة 100% لأن كانت هناك مشكلة أو مشكلات حدثت، ولكنها كرة قدم، هي كرة قدم. لكننا ندخل مباراة الغد بطموح كبير ومسؤولية كبيرة، ولنضع إمكانياتنا وقدراتنا على أرضية الملعب. كابتن مروان، ما هي رؤيتك ومدى أهمية هذه المباراة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وبشكر السادة الحضور النهاردة. إن شاء الله يعني بإذن الله مستعدين بشكل كويس للماتش اللي جاي، ماتش كونغو الديمقراطية، ماتش كبير طبعا ومفيش فرقة سهلة طبعا الفترة دي. والقارة الأفريقية طبعا والمنتخبات طبعا فيها تطور بشكل كبير جدا في الكورة، وإن شاء الله مستعدين بشكل كويس إن احنا نتأهل للدور القادم بإذن الله. Okay, let's take up questions. The gentleman here. أسئلة من السادة الصحفيين. Your name and the media house. سفيان رزاق، العمق المغربي. Good morning, coach. صباح الخير. هل أنتم سعداء بتجنب ملاقاة المنتخب المغربي في آخر جولة كان ممكن أن تواجهه في حال حلول المنتخب المغربي في المركز الثاني؟ هل أنتم غاضون بمواجهة المنتخب الكونغو عوض المنتخب المغربي؟ نحن لا نفكر بهذه الطريقة منذ اليوم الأول، ونحن لا نفكر في هذه السيناريوهات. هناك فرق تفكر بشكل كبير وتود أن تصل إلى أبعد المسافات في الطموح. نحن على أي حال سوف نواجه كل المنتخبات القوية، سواء إن أجلا أو عاجلا سوف نتواجه مع الفرق القوية. ما هو المنافس الأقوى في المرحلة الأولى من التأهيلات في دور المجموعات؟ لا، ليس معروف. إنه هناك فرق أقوياء ومعروف أنها أقوياء، وهناك فرق أثبتت أنها فرق قوية. ما هو الفريق القوي في هذه اللحظة؟ أنا لا أستطيع أن أقول. كيف المهم هو كيف سيؤدي المنافس على أرضية الملعب. هذه هي الأشياء التي يجب أن نفكر فيها. هذا الفريق الذي سوف نواجهه هو فريق قوي، فريق منظم، لديه لاعبون يؤدون بطريقة مميزة، أدى بطريقة قوية في المباراة السابقة، ونحن نعرف كل هذا، والكونغو تعرف أيضا الكثير عنا، تعرف كل شيء عنا. نحن استعدينا بشكل جيد ونعرف كيف سوف نؤدي أمام الخصم. يطلب من المدير الفني للحديث باللغة الإنجليزية مرة أخرى بنفس الكلام. أنا تحدثت بالبرتغالية، أليس في هذا الكفاية؟ لا يزال ذلك يمثل تحديا. Okay.
مترجم روي فيتوريا يترجم ما قاله المدير الفني باللغة الإنجليزية للصحفيين، وتمت ترجمته باللغة العربية. Team or say that this team is very very strong because all the teams that played in the competition are in good level and we know that we will play against Congo that is a good team very good organized and have too much players that they are playing in Europe in good competitions so we are prepared for the next game with this idea and they sure they studied us and they know how is the team of Egypt. Thank you so much. شكرا جزيلا. I'm Abdelady. Boa tarde, coach. سؤال باللغة البرتغالية. سيد المدرب كنت أود أن أعرف ما رأيك في مدرب منتخب المغرب وليد الرجراجي ماذا تقول عنه شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذا السؤال ولكنني لن أجيب بالإنابة عن المغرب لأنه ليس هدفنا أما هدفنا أو مواجهتنا هي مع الكونغو المغرب في مكان آخر أنا لا أركز على المغرب الآن ولكن ما بعد ذلك نركز على المغرب أوجه السادة الصحفيين والصحفيات أننا نتحدث عن مباراة مصر والكونغو الديمقراطية وأرجو الالتزام بذلك عبد الرحمن طارق قناة ام بي سي مصر طبعا برحب بيك واتمنى التوفيق لمنتخبنا الفتره اللي جايه لكن سؤالي هنا احنا ظهرنا في دور المجموعات عندنا مشاكل دفاعيه تلقينا 6 اهداف في 3 مباريات فكنت عايز اعرف وجهه نظرك في المشاكل دي وهل ممكن تغير فلسفتك في المباريات اللي جايه لتجنب عدد الاهداف اللي بيخش فينا في على مدار الثلاث مباريات السابقه شكرا نحن لدينا حقيقة وهي أننا تلقينا 6 أهداف من المعطيات التي لدينا فيما يخص المباريات السابقة في هذه المسابقة كان يجب علينا أن نتلقى أهداف أقل ولكنها ظروف مباريات الآن لدينا حقيقة وهي أننا تلقينا 6 أهداف ولكننا أيضا سجلنا 6 أهداف نحن حين نتحدث على ديناميكية المباريات لابد أن نعرف هذه الحقيقة ويجب أن نتحسن في على المستوى الدفاعي يجب أن يكون تركيزنا أعلى ونعرف أن المنافس لا يهم أن يركز 90 دقيقة ولكن في 5 دقائق من التركيز من الممكن أن يسجل في المباراة فهذه تكون وهذا يكون عقاب بالنسبة لنا نحن فيما يخص الفرق المشاركة لم تتلقى أهداف كثيرة وفريقنا نفس الشيء على مدى سنة ونصف لم نتلقى أهداف كثيرة ولكن كرة القدم هي هكذا سوف نسعى إلى أن نهاجم المنافسين سوف نسعى إلى التخطي النقاط الضعف ولكن على أي حال لدينا فريق قوي سوف نواجهه غدا فريق قوي منظم لديه تركيز عالي ولديه لاعبون يعرفون جيدا ماذا يريدون من المباراة ولا بد أن يكون لدينا تركيز أثناء 90 دقيقة في المباراة لأن المباراة ليست بالسهلة
فأنا على تم على تم استعداد لذلك. وفيما يخص خطة المباراة لابد أن أقول أن كل مباراة لدينا شخصية مختلفة. فالثلاث مباريات السابقة وضحنا ذلك، وضحنا أن لدينا الرغبة في امتلاك الكرة، أن نكون حاضرين في المباراة، ولكن لكل مباراة لابد أن يكون لها خطة مختلفة. إن رؤيتنا لا تتغير، ولكن في نفس الوقت لابد أن نعرف أن هناك أشياء لابد أن نطورها وأشياء أخرى من الممكن أن نتركها كما هي في الخطط. أسئلة؟ أحمد فاروق، قناة القاهرة الإخبارية. سؤالي للكابتن مروان. مروان، انت لاعب في الاهلي وكل القاره عارفه ان الاهلي دايما في دور المجموعات فريق وفي الادوار النهائيه فريق تاني، وده تقريبا وضع شبه اللي بيعيشه منتخب مصر، ان في الدور الاول مفيش ولا انتصار، ثلاث تعادلات، لكن الناس عندها طموح كبير ان المنتخب يظهر بوجه تاني خالص. هل انتوا كلاعيبه اهلي او لاعيبه منتخب عموما بتتكلموا في النقطه دي، وازاي هتقدروا تعملوا التحول ده من بعد دور المجموعات لشخصيه مختلفه في الادوار الاقصائيه اللي طبعا مفيش حل فيها غير الفوز؟ أولا يعني ما فيش حاجة اسمها لعيبة أهلي ولعيبة نادي آخر، كلنا هنا منتخب واحد وكلنا هنا راجل واحد على قلب بعض، وكلنا شايلين المسؤولية مع بعض. وأكيد طبعا احنا عملنا ثلاث ماتشات كويسة، بس كانت بتواجهنا سوء حظ شوية في المجموعات، ودي طبعا بتدينا دافع لدور الستاشر ان احنا نركز بشكل أقوى ونستعد بشكل أقوى. وان شاء الله انا زي ما قلت يعني ما يعني في المجموعات حصل مفاجآت كتير وفي فرق كبيرة ما كملتش، فده يبين لك ان مفيش فرقة سهلة زي ما الكوتش قال، مفيش فرقة سهلة في البطولة. وان شاء الله بإذن الله قدامنا ماتش قوي بإذن الله نقدر نعديه ونتقال للدور اللي بعديه بإذن الله. Then how about the gentleman here? أنا صحفي من الكوتيفوار، لدي سؤالان للكوتش روي فيتوريا لو سمحت. سؤال واحد فقط، سؤال واحد لو سمحت. حسنا، لدي سؤال للكوتش روي فيتوريا. في بطولات أفريقيا الماضية وفقا لمعرفتي مصر دائما لطالما فازت على الكونغو الديمقراطية، في أربع مباريات مصر فازت على الكونغو الديمقراطية، هل أنت على علم بما سيحدث في حال الخسارة؟ لأن مصر لن تكون مقصاة فقط من البطولة، ولكنك أنت ستكون أول مدرب يتحمل هذه الخسارة، هل أنت على علم بذلك؟ أنا لا أعرف إذا كان المدربون الآخرون يفكرون بنفس الطريقة التي أفكر بها. أنا لا أفكر في هذه النقاط وفي هذه الأشياء، فعلى نفس المنوال سواء ربحنا أم لم نربح، إن غدا هي مباراة مختلفة، إنها مباراة الغد، مباراة لها سوف يكون لها تاريخ. إذا كان هناك طريق كبير وواسع فيجب أن يكون الشاحنة حجمها كبير. إذا استطعنا أن نربح غدا سوف نستمر في المنافسة، إذا لم نربح لن نستمر. فنحن لا نفكر في السيناريوهات الأخرى، نفكر فقط في المباراة القادمة. إن مباراة الغد هي مباراة الغد، لا نفكر في مراحل لاحقة، لا نفكر في المغرب، لا نفكر في غينيا، لا نفكر في أي شيء آخر، إننا فقط نركز في مباراة الغد. إننا نفكر في منتخب مصر وفي المباراة التي سوف نواجهها غدا فقط، لا شيء آخر. الماضي هو ماضي والمستقبل لا نملكه بعد. I don't know if the other coaches they are thinking like me or not, but tomorrow for us. الترجمة الإنجليزية لما قاله فيتوريا باللغة البرتغالية وتمت ترجمته بالعربية بالفعل.
this is not a normal car, it's a big car. So for tomorrow, we are Egypt, and what is important for us only the game of tomorrow. We don't think about anything in the other teams, in the other national teams. What is important and the most important now, only the game of tomorrow and finish. Okay, thank you. Can we have the gentleman at the back? François Martini pour Canal Plus. François Martini من كانال بلوس. قلت أنك لا تأخذ بحسباتك المباراة التاريخية بين مصر و الكونغو وأن تركز فقط على الحاضر. الفريق المصري تأهل بصعوبة إذا كنت تتحدث عن الحاضر. إذا ما هي تحضيراتك لفريق الكونغو الذي بدأ بصورة جيدة جدا أمام في دور المجموعات وخاصة أمام الفريق المغربي؟ What I am afraid, that's it. هذا هو السؤال. He's okay, okay. Okay. كيفما كل الفرق هناك كل فريق لديه العيوب والمميزات وفريقنا أيضا هكذا. إن لاعبي الكونغو كأفراد في أي لحظة يستطيعون أن ينجزوا المباريات ويكسبوها. هناك لاعبون لديهم عقلية عالية عالية التركيز. ما يهمنا أننا أمام فريق لديه خبرات كبيرة ولديه جودة عالية. إنهم هؤلاء اللعبة في أي لحظة يستطيعون أن يعبروا عن التغيير في المباراة، يقوموا بتغيير في مسار المباراة. ولكن هذه اللحظات هي التي تشغلني أحيانا وتهمني وتجعلني قلق أن يحدث أي تغيير في مسار المباراة عن طريق جودة هذه اللاعب هؤلاء اللاعبين. إنني لدي كل الاحترام لكل هؤلاء اللاعبين ولدي كل الاحترام أيضا لمدرب هذا الفريق. فهو فريق منظم، فريق يقظ، ولكن ونحن لدينا كل الرغبة في أن نكون يقظين أيضا، ولكن ليس في حالة خوف. ترجمة إنجليزية لما قاله فيتوريا وتم ترجمته باللغة العربية. But opponent also has good players with quality that can solve the problem or solve the game in any moment. We know perfect that we will play against a good team with good players, and we don't and for sure we will control some players from the opponent. But at the end we don't have any effort from anything. That I, as the coach, that respect all the opponents and give the attention for all the things, but I don't afraid from nothing. Thank you. Let's have here. سؤالي للسيد مروان. هناك فئة من الجمهور المصري تنتقد محمد صلاح، يقولون أن كان لازم يبقى مع المنتخب الوطني ويواصل العلاج هنا في الكوت ديفوار، وأن غيابه سيشكل عائق معنوي للمنتخب المصري. ما رأيك في هذا؟ وهل تظن أن فعلا غياب محمد صلاح سيؤثر معنويا على المنتخب المصري؟ أكيد طبعا. مو صلاح لعيب كبير وشخصية كبيرة جدا في المنتخب وكابتن المنتخب، أكيد طبعا هيأثر معنا بشكل كبير. بس دي أكيد حاجات متنسقة ما بينه وما بين الجهاز وما بين إدارة المنتخب، واحنا بنشوف الأصلح للمنتخب بإن كابتن محمد صلاح، يعني إنه لو قدامه فرصة إن هو يتعالج بشكل أسرع بالطريقة دي، فأكيد دي هتبقى لمصلحة المنتخب مصر قبل مصلحة أي حد. فإن شاء الله يرجع أقوى وأحسن من الأول ويرجع لنا بأقصى سرعة بإذن الله. Okay, let me take the gentleman in black. Okay.
أيمن مصطفى أون تايم سبورتس قناة المصرية. سؤالي للكوتش روي فيتوريا، لم يكن أشد المتشائمين يعني أو يعني يتخيل إصابة اثنين من أهم أعمدة المنتخب صلاح والشناوي، هل هو كان متخيل أو عنده بلان بي إن هو لو حصل إصابات إزاي يتعامل معاها، خاصة إن الإصابات حصلت للعيبة مهمة قوي في تشكيلة المنتخب؟ أتكلم معنويا وتكتيكيا. نحن عندما جئنا بكل هذا الفريق بكل اللاعبون، أود أن أذكركم، لا أود أن أتحدث كثيرا عن ذلك في هذه اللحظة، ولكن أريد أن أذكركم إن في اليوم الأول فقدنا كوكا، أصيب في قدمه أسامة جلال، في بعدها بأيام أصيب أيضا وفقدناه. فبعض البعض كان لديه بعض المشاكل الصحية، ولكن بعد ذلك والد أحد أعضاء البعثة توفي أيضا، وبعد ذلك أصيب صلاح، وهي الإصابة التي كانت أصعب مما كنا نتخيل. والشناوي أيضا في آخر 30 ثانية، في آخر 30 ثانية من المباراة أصيب، والآن عاشور بدون أي مباراة أصيب أيضا. إنها سوء حظ، ولكن يجب أن نكون جاهزون أيضا إلى هذه السيناريوهات. إن كرة القدم هي هكذا، فهناك الكثير من سوء الحظ في كرة القدم، ويجب أن نتفهم ذلك. فيجب أن يكون فريقنا جاهز من الناحية الفكرية لمواجهة ذلك. فيما يخص ذلك، أود أن أختتم جوابي على السؤال بأن لابد أن يكون لدينا حلول داخل الفريق، حلول بين اللاعبين. سوف نواجه الخصم، بالفعل لن يكون كل اللاعبون لن يكونوا حاضرون، فصلاح لن يكون موجود، ونحن لا نستطيع أن نبكي من أجل ذلك، ولكن يجب أن نواجه هذا الواقع وهذه الحقيقة، وأن نوجد الحلول لكي نتأهل إلى المجموعات المراحل اللاحقة في المنافسة. In the beginning, when we already selected and make the list for 27 players, we make the list for different scenarios that will can. هذه ترجمة ما قاله روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر باللغة البرتغالية، والآن يقوله مترجمه باللغة الإنجليزية. And also Osama Galal second day get injury and get out from the team. And also one of our staff, the kit man, had a very big problem in the hurt and stay in Cairo, couldn't travel with us. After when we came here, one from the staff, he lost his father and stayed for 3 days, very sad. Also in the game, Salah without any duel, he get injury with small pass. Shinawi also in last game, in the last minute, without any duel, also he get injury and get out from the team. We get also Ashour in the training without any duel, also he get injury and we will not and stop training and maybe not a solution for the game of tomorrow. So this is bad luck that continues with other team, but with all of this we are preparing the team and we get the solution inside our team. Any coach in the world
شور هي لايكس صلاح ان ذا تيم بات اي ويل نوت بي will not be sad that Salah is not is not with us. I will try to prepare the team and make the solution to confront the game of tomorrow. Okay, let's take up a final question. سؤال أخير لننهي هذا المؤتمر. شكرا. أمينة مدن موقع تلكال. سؤالي سيكون لمروان عطية. تحدثتم بأن منافسات كأس أمم إفريقيا في هذه النسخة عرفت منافسة قوية بين المنتخبات. هل استفدتم من درس خروج يعني منتخبات شمال إفريقيا كتونس والجزائر؟ هل خروجهم يعني ستستفيدون منه في مباراة الكونغو الديمقراطية أم لا؟ شكرا. أكيد طبعا خروج فرقتين كبار زي منتخب الجزائر ومنتخب تونس حاجة طبعا مفاجأة جدا كبيرة، فأكيد طبعا بتدي لأي منتخب مش منتخب مصر بس ان هو يركز الفترة اللي جاية، وان الأدوار اللي جاية الخسران برا فما فيش فرصة تانية، فلازم أن تركز. والحمد لله يعني مستعدين بشكل كويس للمباراة اللي جاية ومحضرين كويس للماتش والمباراة، وإن شاء الله يعني كلنا على قلب راجل واحد وكلنا إن شاء الله نفرح جماهيرنا في مصر إن شاء الله ونتأهل بإذن الله إن شاء الله. Okay, thank you so much, Coach Vittoria. السيد المدير الفني روي فيتوريا وكابتن مروان على حضور هذا المؤتمر. التدريب مصر الساعة 5:30 بالتوقيت المحلي لكوت ديفوار. المؤتمر الصحفي التالي سيكون خلال 15 دقيقة مع الكونغو الديمقراطية. طبعا ده كان المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا. مروان عطية لاعب منتخبنا الوطني قبل اللقاء ان شاء الله غدا امام الكونغو الديمقراطيه. ماني يعني رايك في يعني هنتكلم اكيد بالتفصيل عن المؤتمر، ولكن رايك في وجود مروان عطيه كان النهارده كحضوره للمؤتمر الصحفي بجانب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر؟ يعني بص، هو يمكن مرموش عنده نزل برد فهو الراجل بيريحه عشان مباراه بكره، فوجود مروان عطيه يعني اعتقد من اللعيبه اللي كان ادى اداء كويس الماتش اللي فات، وجوده يديله حتى الحاجات دي بتفرق برده شويه مع لعيبه الملعب الكوره انه يكون موجود بيتكلم كلامه يمكن كان منطقي جدا، على الرغم ان هو مش متعود قوي على الجزء اللي اعتقد هو طلع مع الاهلي مؤتمر واحد بس لو انا فاكر، يعني فهو مش متعود قوي يعني، ولكن الاجابات كانت كلها منطقيه، سواء كان اجابته على ان هو اتكلم على دور المجموعات وتصاعد الاداء في الاهلي او في المنتخب ردوده كانت منطقيه جدا، سواء ما اتكلم على خروج الجزائر وتونس ان هو خلى المنتخب مصر حذر طبعا، لان انت في الادوار الاقصائيه الهزيمه تعني الخروج، ما فيش فرصه للتعويض. وبالمناسبه زي ما قلت لك قبل المؤتمر، احنا بنعرف نلعب كويس جدا في الماتش اللي هي المباراه الواحده واحده صح، يعني الذهاب والعوده ممكن مثلا تلعب الزول هلعب في مصر وهعوض طول ما انت عندك فرصه بتخلي في سنه تراخي كده عند اللي هو انا ممكن اكسب كده بسيطه لان لسه ما راجعين في القاهره صح. طب ما انا لسه هروح هناك فعندي فرصه، لكن ما فيش فرصه تعويض بتلعب 90 دقيقه جديه جدا. تصريح قلت لك صحه مروان كانت منطقيه جدا، صحه فيتوريا اجمالا كانت منطقيه جدا، كلامه عن صلاح وعن اصابه صلاح، كلامه عن لما اتسال حتى عن وليد الركراكي عجبني جدا لما رفض التعليق، وحتى الميديا اوفيسر قال يا جماعه احنا من حاجات غريبه بالنسبه لي انا ما اعرفش برضو عالم استفهام بالنسبه لي النوعيه دي برضو من الاسئله صح. يعني بتلاقي المغرب بيتسال عن مصر ومصر تسال عن المغرب، واحنا اصلا يعني قبل كده ما كناش كنت معاك برضو لما اتكلمنا عايز الدين جناحي احنا مش مجموعه المغرب اصلا خالص، وهو بيتسال وبيرد على مصر وبعد كده احنا دلوقتي في طريق حتى يعني هم مش معانا في الطريق بعيد يعني، يعني انت لو هتواجه المغرب هتواجههم في الفاينل مثلا بس مش احتمالية تانية يعني. فانت الطريق بعيد فبرضه ما بقاش عارف ايه نوعية الاسئلة لما نسينا عن رجل ركوي انا عارف انا طب انا دوري ايه انا اعمل ايه عشان ارد. فعجبني رد فيتوريا كويس جدا لما قال انا مدير فني محترم والمغرب مش معايا ومش هلاعبهم فانا مش هتكلم، فعجبني برضو فيتوريا صراحه ممكن يكون فنيا مش عاجبني في البطوله بس في المؤتمرات ردوده بتبقى كويسه ومنطقيه وبيعرف يتعامل كويس مع الاسئله. ان شاء الله كمان يكون في المباراه بتاعت بكره مقنع بالنسبه لكل الجمهور المصري. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، ولكن نروح لفاصل ونرجع نستكمل بعد الفاصل.
مشاهدينا بجد ترحيب بحضراتكم مره تانية، مستمرين في تغطيتنا مع حضراتكم المؤتمرات الصحفيه، المؤتمر الصحفي اللي تابعناه مع حضراتكم لمنتخبنا الوطني لوي فيتوريا ومروان عطيه. لسه مكملين في تغطيتنا لمؤتمر الكونغو الديمقراطيه وايه اللي ممكن يقوله سباستيان دي صبري المدير الفني للكونغو الديمقراطيه. خلينا نروح نتابع مع حضراتكم ونرجع مره تانية. ارحب بالجميع في البدايه. Derrière, il y a des stats, il y a eu des choses. Maintenant, on est, je pense, dans une nouvelle compétition où on a eu, on a beaucoup travaillé pour atteindre ces huitièmes de finale. On est, comme je le disais depuis le début de la compétition, dans un rôle de challenger. On le sera aussi demain contre l'Égypte, contre une belle équipe d'Égypte qui reste en trois ans sur deux finales. C'est l'équipe qui est la plus titrée. Dans la compétition, on connaît la capacité de l'Égypte, c'est un top 5 du top africain. Nous, c'est l'objectif qu'on a, c'est d'arriver à terme dans ce projet-là, d'être dans le top 5. Donc il nous reste beaucoup de travail et c'est une superbe opportunité pour nous, encore une fois, de s'évaluer avec nos forces contre cette équipe. Donc nous, on est calme. On est confiant parce qu'on a montré des choses intéressantes qu'on n'a malheureusement pas validées par une victoire, mais on a été solide défensivement et on sait ce qu'on a à faire demain et on va jouer notre jeu et on sait qu'on sera difficile à jouer également. Samuel, vous pouvez répondre à la même question, même brièvement. Quel est le sentiment qui vous anime au moment où vous vous apprêtez à aborder le quart de finale contre l'Égypte et surtout que vous faites votre première CAN avec. Oui, bien sûr, on est concentré, on est focus. Nous sommes concentrés totalement sur la rencontre de demain. Nous savons que c'est une rencontre difficile. Parce que c'est une énorme nation. La nation face à une grande nation dans le monde du football qui a obtenu le laqab plusieurs fois. Nous allons essayer de nous comporter de la même façon. Nous sommes confiants en nous et en nos forces et en nos forces sur les deux côtés. نستعد بكل هدوء لمباراة الغد. أسئلة. سنبدأ باليسار. شكرا. مرحبا كوتش. إيزابيل كوكا من ليورسبور أفريكا. جمهورية الكونغو. أنت تأهلت بعد ثلاثة تعادلات ومصر أيضا تأهلت بعد ثلاثة تعادلات ولكن جمهورية الكونغو سجلت هدفين بينما مصر سجلت ستة أهداف في خلال الثلاث تعادلات. إذن هل دفاعك مستعد لهذا الهجوم غدا؟ سؤال جيد جدا ولكن في كل الأحوال نعم كل ما حدث أدى في نهاية المطاف إلى التأهل. هذه هي المحصلة النهائية والآن نحن نعلم في أي مسيرة تطور نسير ونعلم ما الذي يجب أن نحسنه. لأنه لدينا بعض العوامل النقاط التي يجب أن نعمل عليها واللاعبون مركزون وعازمون ويعرفون ما الذي يجب عليهم فعله على الصعيدين الفردي والجماعي. إذن هي مسابقة أخرى تبدأ لأن مرحلة المجموعات انتهت والآن نحن بصدد مباريات حاسمة التي لن تعطي سوى فائز واحد فقط. إذن غدا لا خيار للتعادل. شكرا. السؤال بالخلف. فرسون مارتي بور كانال بلوس. مسألة أن محمد صلاح ليس مع الفريق المصري، ما الذي يغيره ذلك بالنسبة لفريق الكونغو الديمقراطية؟ هل أعيد السؤال؟ لا أنا سمعت جيدا. هذا يغير أن أسطورة ورمز كمحمد صلاح لن يكون حاضرا مع الفريق المصري. أعرفه وأعرف كثير من اللاعبين المصريين لأنني عملت بمصر وأنا أعرفهم عن قرب. محمد صلاح هو مثال كبير يحتذى به في مصر، هذا أمر مؤكد، ولكن في كل الأحوال مصر لديها لاعبون يتميزون بإمكانيات فردية عالية
يمكنهم أن يعوضوا غياب صلاح، وهذا أظهروه في المباريات السابقة حيث أظهروا ردة فعل جيدة. بالنسبة لنا كنا نود أن نلعب أمام محمد صلاح لأنها كانت فرصة جيدة للاعبي الكونغو أن يحتكوا به في الملعب عن قرب. وأنا عن نفسي كمدرب التقيت بمحمد صلاح كمدرب في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر. إذن بالنسبة لنا لا مفاجآت ننتظرها، سنفعل ما يجب فعله ونركز على هذه المباراة لكي نكون في أفضل حال غدا. السؤال جهة اليسار. مرحبا كوتش، لدي سؤال لك وسؤال لسامويل من راديو الكونغو. السؤال الأول، غدا يجب لا بديل عن التأهل بعد 3 تعادلات في مرحلة المجموعات، غدا هل ستبدأ باللاعبين أصحاب الخبرة أم اللاعبين أصحاب اللاعبين صغار السن؟ لأنه في المباراة الماضية شاهدنا بعض الصعوبات على المستوى البدني لفريق الكونغو. في المباراة الثالثة والأخيرة شاهدنا صامويل وساني وإيمانويل كابالا في حالة بدنية ليست كاملة، وكابالا قال أن الضغط النفسي على فريق الكونغو هي أن الكونغو لم تحقق مصر على فوز سوى في المرة الأخيرة كان في العام 1974، هل أنت على علم بكل ذلك؟ بالنسبة للسؤال الأول، لا يوجد الحديث عن مسألة الخبرة أو الشباب لأننا فريق واحد، وقوة هذا الفريق أنه متحد. لدي 24 لاعبا كلهم جاهزون ومتقاربون جدا في المستوى، وهذا يعطيني إمكانيات وخيارات تكتيكية كثيرة. بالنسبة لمباراة الغد لدينا استراتيجية خاصة ولدينا عدة سيناريوهات، وهذا سوف يعتمد على مجموع اللاعبين الجاهزين والحاضرين. بعد تدريب أخير خفيف تم التأكد من أن كل اللاعبين سيكون جاهزين، وإن كان لدينا اختبار بسيط سنجريه هذا المساء. سامويل لو سمحت. نعم لقد أجبت بالفعل على السؤال. بالنسبة لشانسيل، نعم هو جاهز، وقلت أن الجميع جاهزون، ولكن هذا المساء سوف نعمل اختبار طبي أخير لبعض اللاعبين لنتأكد من جاهزيتهم لمباراة الغد. هذا هو كل شيء. اللاعب المدرب قال أن 24 لاعبا جاهزين لمباراة الغد. مرحبا. بالنسبة لسؤالك، نحن ندرك أننا لم نفز على مصر منذ فترة طويلة، ولكن لن ننظر إلى الماضي، سننظر إلى الغد، ننظر إلى المباراة التي نحن بصددها الآن. كل ما يهم هو مباراة الغد، وما يجري على أرض الملعب هو ما يحسم كل شيء. نعم هناك في الوسط، تفضل. سؤالي عمر فهمي أون سبورت. سؤالي، لديك خبرة كبيرة في أفريقيا وبالتحديد في مصر، عملت مع الإسماعيلي ومع بيراميدز، ما هي نقاط الضعف في الفريق المصري فنيا كما تراها في هذه الكانة؟ بالتأكيد أعرف جيدا كرة القدم المصرية في البداية لأنني أعشق هذه البلد كبلد، ولدي فيها ذكريات عظيمة بعد فترة عمل فيها، وأعرف الكثير من اللاعبين، إنها بلد أعشقه على مستوى كرة القدم. نعم أعرف مصر جيدا، أعرف كرة القدم المصرية جيدا، والقوة ونقاط القوة والضعف بالتأكيد أنا أعرفها. مصر استقبلت 6 أهداف، وإن كان لديهم لعبوا بثلاثة طرق مختلفة على مدار المباريات المقبلة، ولديهم دقة احتياط قوية،
وسوف نعمل على محاولة استغلال الثغرات في الجانب الدفاعي. الآن أنا سوف أضع نفسي أولا مكان مدرب المنتخب المصري وأعرف كيف أفكر لكي أضع الاستراتيجية المناسبة لنا لكي نتخطى هذا الفريق. نحن لدينا دوافع استثنائية ونعمل ثم نعمل، وهناك حالة من الانضباط في الفريق. بالنسبة لموازين القوى سوف نرى ذلك على أرضية الملعب. نعلم أنه هناك تحدي كبير ينتظرنا، وبالتأكيد كل الفرق واجهت مشاكل وليس مصر فقط في المباراة السابقة، ولكن بالنسبة لنا نحن واثقون من أننا نستطيع أن نتجاوز هذه العقبة. هناك في الوسط أيمن مصطفى من قناة أون تايم سبورتس من مصر. سؤالي يقترب من سؤال عمرو فهمي وعلي أن أغيره. أنت المدير الفني لمنتخب الكونغو وكنت تدرب الإسماعيلي وبيراميدز، ما هو الفارق بين كرة القدم المصرية وكرة القدم الكونغولية؟ لكي أكون صريحا سأقول أنها ليست متشابهة ولكنها متقاربة وتتشارك في الروح القتالية، لأنه هي كرة قدم في البلدين تعتمد على الروح القتالية، وهذا موجود في كل المباريات. الكرة الكونغولية والكرة المصرية ليست متشابهتان، ولكن أنا أقول أنهما متقاربتان على المستوى الفردي. هناك فوارق. الفريق الوطني المصري هو المرشح للفوز في مباراة الغد، ولكنني أعتقد أن لدينا فرصنا للتأهل إلى الدور الربع النهائي. سؤال هناك في الأمام. كوتش بونجور. مرحبا كوتش. بريزاند من قناة الثانية من التلفزيون الكونغو. السؤال إن السؤال هو حول الحالة العامة لفريق الكونغو تاريخيا قبل أن تصل إلى تدريب الفريق. الشعب الكونغولي كان ينتظر أقل من هذه المرحلة، ولكن بوصولك الفريق الآن نحن ننتظر الكثير معك. معك تحديدا كنا ننتظر الكثير في مباراة زامبيا، ولكن أحبطنا. وفريق المغرب أنت قدمت مباراة استثنائية، والآن أنت أمام مصر. تاريخيا مصر تبقى متفوقة، ولكن بالنسبة للسورة ما هو سؤالك بعد إذنك؟ سؤالي بالنسبة لهذه المباراة أمام مصر، الرغبة متشاركة في الفوز، ما الذي يمكن أن تنتظره الشعب الكونغولي من هذه المباراة؟ لا أستطيع أن أقرأ المستقبل، ولكن نفعل كل ما بوسعنا ليكون الفريق في أفضل فورمة ممكنة، وأيضا نعمل على بعض حالات الإجهاد العضلي لكي يشفى اللاعبون سريعا، ونحاول أن ندخل بكل قوتنا. والآن أعتقد أن على صعيد الإحصائيات كما قلت في اللقاءات آخر ثلاث مباريات كأس أمم أفريقية، وكان هناك تصفيات كأس عالم أيضا، لا يمكن أن نقارن الفريقين تاريخيا ببعضهم البعض. الآن علينا فقط أن نركز على عملنا بهدوء بتركيز، وألا ننظر إلى أشياء أخرى. نحن سعداء لأنكم مدركون أنه منذ عام أو عام ونصف نحن نعمل بشكل جيد في جهاز الفني لفريق الكونغو. نعم أدينا عملا جيدا، ولكن يتبقى الكثير لإنجازه على صعيد التطور. نعم نحن لم نسجل في مباراة زامبيا، هذا صحيح، ولكن هذا جانب يجب أن نعمل عليه. المحورين الهامان الآن بالنسبة للاعبين هو استغلال كل الإمكانيات والجودة الممكنة للاعبين، وإخراج ذلك على أرضية
ارضيه الميدان، سواء واجهنا مصر او المغرب والامر سيان. لدي الان 24 لاعبا جاهزون في هذه الكان، وبالنسبه لنا هي فرصه هائله. وكما قلت ان الخطوه الاولى كما قلت للاعبين، الخطوه الاولى قد تجاوزناها بالفعل، والان الكونغو عادت. نحن تاهلنا واظهرنا ان الكونغو منتخب قوي، وغدا سوف نظهر قوتنا وسوف نرى نقاط ضعفنا ايضا. والشيء الوحيد الذي انا متاكد منه انها مباراه ستكون صعبه جدا امام فريق كبير جدا. السؤال لسامويل، تفضل. مرحبا كوتش. مرحبا سامويل، انا توما صحفي من الكونغو. ابدا بسامويل. مصر لديها غيابات مؤثره، وتحدثنا عن محمد صلاح وايضا حارس المرمى محمد الشناوي لن يكون حاضرا، وامام عاشور كذلك، ولكن التاثير الاكبر بالنسبه لحارس المرمى. بالنظر الى التاريخ نعلم ان الحارس جاباسكي هو من سيحل محل محمد الشناوي. هل هذا دافع ويعطيكم امل هذه الغيابات في مصر لتحققون الفوز، حتى لو كنا قد راينا ان حتى كما قال الكوتش اللاعبين الاحتياطيين في مصر لاعبون جيدين ويستطيعون ان يسدوا غياب اللاعبين الاساسيين؟ هل ابدا بالاجابه؟ حسنا. ليس لدينا لا خوف ولا رضا عن غياب حارس مرمى ووجود آخر. في كل الأحوال تسجيل الأهداف أمر صعب. بالتأكيد هو حارس المرمى لديه مميزاته، وحتى لو كان الحارس الثاني، لأننا نتحدث عن مصر. وفي كل الأحوال كما قلت تسجيل الأهداف أمر صعب. بالنسبة لنا الأمر سيان، سنحاول أن نفرض أسلوبنا مقارنة بنقاط القوة والضعف لدينا ولدى المنافس. إذن بالتأكيد نحن لا نسعى إلى تطبيق خطة لعبنا بغض النظر من الذي هو أساسي وما الذي هو احتياطي في الفريق المصري. إذن كل ما أطلبهم من اللاعبين غدا أن يكونوا إيجابيين وأن يكونوا أذكياء وأن يكونوا يقظين في كل لحظة من المباراة. نحن لدينا الرغبة في تقديم مباراة جيدة ونقدم عرضا جيدا، لا سيما وأننا لدينا القدرة على ذلك. السؤال هناك جهة اليسار. كوتش مرحبا بك. فرانك سيمون، فرانك تي في. هناك مهاجم في جانب مصر، مهاجم مصري يسجل في كل مباراة حتى لو كان لم يحقق الفوز. ما الذي يمكنك أن تخبره عن هذا المهاجم؟ هو مصطفى محمد. أعرفه جيدا لأنني لعبت معه على الصعيد الشخصي أيضا. إنه لاعب يتدرب بشكل جاد ويتميز بكل ما يجب أن يتصف به المهاجم. يسجل بيمينه، يسجل بيساره، ولديه كل القوة التي يجب أن تتوفر في مهاجم، ولديه قوة بدنية هائلة. بالتأكيد لا أتمنى له التوفيق غدا، وسوف أعطي النصائح اللازمة للمدافعين في فريقي لكي يتمكنوا من إيقاف مصطفى محمد. نعم أنا صحفي من RFE. الآن أنت تكمل مباراتك في سان بيدرو، وهل هذا يصنع الفرق؟ لست أعلم إن كانت هذه ميزة أم لا. كنا لعبنا في كوريغو وكنا في مكان إقامة استثنائي. كوريغو كما سان بيدرو كنا في ظروف استثنائية، أرضية الملعب لم تكن جيدة ولم تكن على النحو الأمثل،
إذن مجيئنا إلى هنا في سان بيدرو كنا نأمل منه أن تكون الظروف أفضل وحتى الآن الأمور أفضل بالنسبة لنا. لا أستطيع أن أقول ميزة كبيرة أم أنها غير ميزة. سؤال هناك في المواجهة ثم بعد ذلك سوف نأخذ السؤال مع السيدة في الآخر آخر سؤال ثم سوف ننهي بالسيدة. السؤال يأتي من المنتصف بعد إذنكم. تفضلوا. كوتش أنا أدومين صحفي من أبيدجان. سؤال صغير على مستوى التكتيك والمستوى التقني، ما الذي ما هو الفارق في مباراة الغد فنين وبدنين، وهل درجة الحرارة تصنع الفارق لك؟ ومن وجهة نظرك هل هناك خوف من شيء ما فنيا من الفريق المصري؟ نعم، بالنسبة للفريق هناك بعض الأشياء نعم، ولكنها لا تزعجنا على نحو كبير ولن تكون عائقا بالنسبة لنا. هي المسابقة حتى الآن في ظروف مثالية والتنظيم جيد بالتأكيد. هناك بعض الأمور الهامة التي يجب علينا أن نعمل عليها، ولكن الشيء الأهم هو أنه يجب أن نجهز أكثر من سيناريو لهذه المباراة، وأن نضع في الاعتبار أن هناك تغييرات هامة يجب أن نلجأ إليها كما سيلجأ إليها الفريق المنافس أيضا. بالنسبة لنا أكرر، مصر هي نعم هي المرشح للفوز بهذه المباراة، ونحن المتحدي ونحن سعداء جدا بكوننا المتحدي في هذه المباراة. مدام سؤالك بعد إذنك فيما يخص الديناميكية فريق الكونغو، أعتقد أنك سوف تواجه فريقا تعرفه جيدا، ولكن ما أود أن أعرفه الآن ما هي الحالة الذهنية التي يجب أن يكون عليها اللاعبوك لكي يتجاوزوا هذه العقبة؟ هل انخراط اللاعبين وعزمهم في فريق الكونغو تراه كافيا؟ نعم، نحن عازمون جدا ونحن متحمسون بمشاركتنا في دور 16، والآن كل ما نركز عليه هو أن نلعب هذه المباراة بكل عزم وبكل قوة لكي نعبر إلى دور 8. نحن متحمسون جدا بما نتحدث عنه، وعلينا أن نركز في كيفية إخراج أدائنا أفضل أداء لدينا لأننا نعلم أهمية هذه المباراة. نحن بالتأكيد سعداء جدا ومتحمسون جدا لبدء هذه المباراة. شكرا السادة الصحفيين، شكرا كوتش، شكرا سامويل، ونلقاكم غدا. مؤتمر الصحفي لسباستيان دي صبر المدير الفني لكونغو الديمقراطية قبل لقاء غدا إن شاء الله أمام منتخبنا الوطني. يمين هجي لك مرة تانية ورأيك في الكلام اللي قاله دي صبر، واحترامه أكيد لمنتخب مصر وعارف ومقدر كويس جدا أهمية لقائه أمام منتخب مصر. وبرضه يعني دي صبر المدير الفني اللي هو أصلا له هيستوري في الكرة المصرية، حتى أيمن سأله سؤال حلو لما سأله على الفرق ما بين الكرة المصرية والكرة الكونغولية، والراجل اتكلم ان الاثنين بيلعبوا بروح وخلافه. صحيح. ادى منتخب مصر يعني وضعه تماما لما اتكلم، قال ان ابرز الحظوظ او الماتش بكره الحظوظ رايحه ناحيه المنتخب المصري، بس احنا هنعمل اللي علينا. اتكلم عن الاجهاد البدني للعيبه اللي موجودين عنده، حتى في صحفيه كونغوليه سالته على التعامل وقال احنا عارفين عندنا اجهاد وبنتعامل ان في اسرع وقت من الاجهاد، لان منتخب الكونغو لاعب متاخر بعدين بيومين، فدي نقطه ايجابيه لمنتخب مصر، انت مريح طبعا يومين زياده. فهو عنده ضغط شويه في الجزء ده، بس هو في الاخر واضح حتى من تصريحاته ان هو يعني ما عندوش ضغوط كتير موجوده. هو برضو عارف ان هو متاهل ثالث مجموعه، متاهل ثاني مجموعه بثلاث نقط، عارف ان منتخب مصر عنده نقط ضعف دفاعيه لما كلموه على استقبال الاهداف، وان منتخب مصر سجل 6 اهداف، قال ايوه، وقال برضو ولكن منتخب مصر استقبل برضو اهداف كتير فعنده نقط ضعف دفاعيه. تصريحات كلها منطقيه،
بتدي احترام لمنتخب مصر وواضح ان هو مش مضغوط يعني ما عندوش ضغوط يمكن يكون موجود عندنا كمنتخب مصر. انت طبعا دايما المنتخب الاكبر والحظوظ اكبر بيكون مضغوط اكتر يعني واضح ان عنده اريحيه شويه. لو هاجي لك على منتخب مصر وقبل ما نختم برضه وتشكيل منتخب مصر امام الكونغو وبتشوف ايه اللي ممكن الاخطاء اللي تداركها روي فيتوريا بعيدا كمان عن الاخطاء الدفاعيه اللي يمكن خلاص بقى الناس كلها بتتكلم فيها حتى دلوقتي انت بتقول سباستيان دي صبري بيتكلم ان مصر عندها مشاكل دفاعيه التشكيل الامثل بالنسبه لك اللي مواجهه بكره حتى فيتوريا كمان قال احنا عارف ان احنا عندنا اخطاء دفاعيه بس لو نبص للجزء الايجابي ان احنا سجلنا 6 اهداف وده برده رقم ايجابي. انت البطوله اللي فاتت مسجل 3 اهداف او 4 اهداف في البطوله كلها يعني. بص خلينا نقول التشكيل ممكن زي ما اتكلمنا محمد ابو جبل في حراسه المرمى ده خلاص امر محسوم يعني محمد هاني باك رايت حجازي ومنعم اثنين سنتر باك على الشمال محمد حمدي ثلاثي وسط الملعب مروان عطيه في مركز 6 محمد النني وحمدي فتحي 8 يمين و8 شمال يعني وسط ملعب يمين وسط ملعب شمال في الامام مصطفى محمد في الامام زيزو على اليمين وتريزيجيه ناحيه الشمال يمكن برضو ان مرموش ممكن يكون عنده برد ممكن يكون على الدكه يكون يدير وقت اقل فبالتالي ممكن ينزل دي 60 دي 70 بحيث برضو يبقى يكون عنده فتره نقاهه بعد دور البرد يكون تكون الدنيا افضل يعني طبعا. ده اعتقد تشكيل متوقع. التغييرات بتبقى زي المعتاده مرموش موجود مصطفى فتحي موجود يعني دول ابرز تغييرين موجودين كهربا برضو من العناصر بتكون موجوده فاعتقد ان يعني ده هيكون تشكيل بكره باذن الله غينيا وغينيا الاستوائيه وهي المباراه الثانيه في بكره مع مباراه منتخبنا امام الكونغو ورايك في المباراه وشايف الافضليه لمين؟ بص غينيا الاستوائية من المنتخبات القوية جدا في البطولة انا شايفها مأدي بطولة كويسة على الرغم ان قبل البطولة ما كنتش متوقع ان هم يصعدوا اساسا ولكن يعني مقدمين بطولة ممتازة جدا زي ما اتكلمنا على ايمانويل نسوي اللي هو هداف البطولة ده راجل اصلا باك رايت راجل بيلعب بيه مهاجم طيب خلينا معلش اقطعك واروح لزميلنا ايمن مصطفى من سان بيدرو بعد انتهاء المؤتمرات الصحفية ينقل لنا الصورة هناك شكلها عامل ازاي ايمن مساء الفل عليك اتفضل يحيى تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس وكل مكان من هنا من قاعه المؤتمرات الصحفيه في استاد لوران بوكوب بعد نهايه مؤتمري منتخبنا الوطني ومؤتمر المنتخب الكونغولي. لو اطمنك في البدايه عمر مرموش كان من المفترض ان هو يكون موجود بصحبه روي فيتوريا ونتيجه اصابه عمر بنزله برد فضل الجهاز الطبي ان هو يريحه ولما تواصلت مع جهاز فني منتخبنا الوطني قالوا لي انها نزله برد خفيفه جدا لن تعيق عمر باذن الله عن التواجد في لقاء الغد أمام المنتخب الكونغولي بل لن تعيقه عن التواجد في تمرين منتخبنا الوطني اللي هيقام بعد حوالي 3 ساعات من الآن التدريب الرئيسي اللي هيكون في تمام 5:30. الأمر الثاني إن كان في تواجد مكثف من الإعلاميين المغاربة طبعا بحكم تواجد منتخب المغرب هنا في سان بيدرو وكان عندهم حرص شديد دايما ده الأمر الطبيعي إن أنا بيسأل على الأشياء اللي تخص منتخب بلده لكن لما سألوا عن يعني تجنب منتخب مصر مواجهة المنتخب المغربي ففيتوريا اللي هم ان ده مش مجال الحديث عن المنتخب المغربي او المنتخبات العربية بشكل عام احنا موضوعنا هنا مصر امام الكونغو وقفل الموضوع تماما وده امر طبيعي بيحدث يعني حتى لما احنا بنبقى موجودين في مؤتمرات الصحفية للمنتخبات العربية بنسأل الاسئلة اللي بتخص منتخبنا الوطني. الامر الثاني ان فيتوريا لما اتسأل عن العديد من الامور الخاصة بصلاح بالتحديد شدد ان منتخبنا الوطني قفل تماما قصة صلاح وغيابه وان احنا المنتخب بيتعامل بالامر والواقع اللي موجود في الوقت الحالي واللعيبه اللي موجوده. كمان مروان عطيه كان حرص شديد من اغلب الصحفيين بالتحديد الاجانب والافارقه ان هم يسالوا مروان عن مدى تاثير غياب صلاح عن منتخبنا الوطني ومروان برضو شدد على ان صلاح غيابه مؤثر وكل حاجه لكن المجموعه الموجوده من لاعبي منتخبنا الوطني تستطيع التعامل مع الوضع الحالي. يحيى من هنا من سان بيدرو تعود الكلمه اليك. بشكرك يا ايمن شكرا جزيلا زميلنا ايمن مصطفى من سان بيدرو بعد انتهاء المؤتمرات الصحفيه الخاصه بمنتخبنا الوطني ومنتخب الكونغو. يماني شرفتني ونورتني بشكرك شكرا جزيلا لمنتخبنا ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق اكيد والامنيات لمنتخبنا الوطني بكره امام الكونغو. بشكر حضراتكم على المتابعه والى اللقاء.